طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين الليلة الجمعة 26 يونيو 2020. ويسعدنا الليلة أن يكون معنا باحثة من باحثات الشباب السودانيين. نرحب بساجدة محمد الفاتح، دكتورة ساجدة محمد الفاتح عبد الملك. ساجدة عندها بكالوريوس صيدلة من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، ماجستير الصحة العامة وصحة المناطق الحارة بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا برضو في السودان. ساجدة عملت بحث، تقريبا هو البحث بتاع الماجستير، بعنوان الأساليب التوجيهية التأديبية المتبعة في مدارس ابتدائية مختارة في ولاية الخرطوم في العامين 2018-2019. البحث ده ممكن يكون تحت السؤال، حاجة موجودة عندنا في الثقافة بتاعتنا: الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم. ويا ولد يودوا المدرسة يقولوا للأستاذ ليكم اللحم ولينا العصر. نعم، فساجدة احنا سعيدين جدا بك وبندعيك انك تفضل تقدم السيمينار. تفضل. اوكي، شكرا جزيلا دكتور انور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ساجدة محمد الفاتح. جمعة مباركة وشي على جميع الحاضرين معنا الويبينار اليوم. يا رب تكون محاضرة مثمرة ومفيدة إن شاء الله يا رب على الناس كلها. شكراً يا دكتور أنور على الفرصة الجميلة دي، حقيقي جداً سعيدة وفخورة أن أكون جزء من مبادرة الباحثين السودانيين. فعلاً الجروب أصبح يعني بلاتفورم مفيد جداً للجميع، يعني للارتقاء بالبحث العلمي في السودان. طيب، أول شيء أعرفكم بنفسي، أنا ساجدة محمد الفاتح. أنا ما أعرف السكرين عاملة شير؟ أيوة نعم، واضحة. أوكي، أنا مدربة معتمدة وجداً بحب الشغل مع الأطفال، فكنت جزء من شركة معنية بالعمل المجتمعي أو التنمية المجتمعية في السنتين الفاتوا. اشتغلت مع أطفال من عمر 5 سنوات لحد عمر 16 سنة بهدف تعليمهم بعض المهارات الحياتية والعملية اللي أصبحت جداً مهمة في الزمن الحالي. مهارات زي الـ Effective Communication Skills، مهارات زي مهارات التواصل الفعالة، الـ Problem Solving Skills، مهارات حل المشكلات. وأيضاً بنعلمهم بعض القيم المهمة زي الـ Community Participation، مشاركتهم في المجتمع، دورهم كمواطنين فعالين، يعني عليهم قادة المستقبل إن شاء الله، وهم الجيل بتاعها نبنيهم. أنا تخرجت حاصلة على درجة الماجستير من في الصحة العامة وصحة المناطق الحارة وبكالوريوس في الصيدلة زي ما دكتور أنور تفضل وقال، من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. أنا أيضاً أم لطفلة عمرها 4 سنوات، اللي أفتكر أدتني ايدنتيتي تاني وهوية وزادت مسؤوليتي في إني أحاول أحسن الوضع التعليمي في السودان. جداً مهتمة بالعمل المجتمعي بالذات في مجالي الصحة والتعليم. فاليوم مبسوطة جداً وسعيدة أن أشارككم البحث التخرج بتاعي من الماجستير بعنوان Disciplinary Practices in Selected Primary Schools in Khartoum State، أو الأساليب التوجيهية والتأديبية المتبعة، لأن الأساليب التوجيهية دي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية بالنسبة للأطفال في المدارس. وحقيقي السؤال بيكون إنه إحنا كيف بنتعامل مع misbehaviors أو أحياناً السلوكيات الغير حميدة اللي الأطفال دائماً بيعملوها كجزء من النمو بتاعهم والتعلم بتاعهم. يعني فكيف إحنا بنتعامل مع السلوكيات دي بيمثل جزء كبير من تكوين شخصياتهم، سواء كان بطريقة إيجابية أو سلبية في المستقبل. قبل ما أبدأ بس حابة أشكر يعني دكتور حنان الطاهر ودكتورة مايسة مصطفى اللي كانوا my mentors وsupervisors في البحث ده، يعني بشكرهم جداً وممتنة لهم جداً على كل وقتهم وجهودهم ودعمهم الدائم لي يعني كان في عملية البحث. فالكونتنت بتاعنا في البرزنتيشن اليوم هأديكم شوية بريف أو نبذة مختصرة عن البحث هو ذاته اللي أنا عملت فيه، شنو البروسيس كانت شنو، وبعض النتائج المهمة واللي كانت واضحة في البحث.
هنجي نتكلم عن التأثيرات السلبية الممكن تنتج عن بعض الأساليب التوجيهية الخاطئة زي الضرب والتوبيخ وغيره، وحنجي نشوف المشكلة من زوايا مختلفة. يعني هل بس المشكلة إنه المعلمين ده الناس كعبين، ولا في فاكتورز أو عوامل تانية ممكن تؤدي لاستخدام أساليب زي دي؟ وآخر حاجة حنقترح بعض الحلول اللي يعني يمكن تنفع لاستخدام بدائل. طيب بسم الله نبدأ. حقيقة أنا اخترت الموضوع ده لأنه كان في الآونة الأخيرة عندي بوستات كثيرة في السوشيال ميديا أو في مواقع التواصل الاجتماعي لصور لأطفال من أعمال مختلفة مضروبين بطريقة عنيفة جداً، وكنت كل ما أشوف صور زي دي يعني جداً بزعل. أنا كمواطنة كأم يعني كنت بستغرب الأطفال ديل بيعملوا شنو عشان يستاهلوا النوع ده من العقوبات. كنت بسأل هل في يعني الضرب أصلاً مسموح في المدارس، ولا في قوانين أصلاً رادعة للموضوع ده؟ هل المعلمين ديل الليلة بيتحاسبوا على تصرفات زي دي، ولا ما بيتحاسبوا أصلاً؟ وهل دي القدوة اللي إحنا دايرين أولادنا يمشوا يتعلموا عندهم ويتربوا عندهم؟ لأنه إحنا عارفين إنه هما تعليم، بس هو تربية وتعليم. فجداً الأسئلة دي كانت دائماً بتكون في راسي إنه أحاول أجاوب عليها. منها بدأت رحلة البحث في المدارس في ولاية الخرطوم، ولأخذ فكرة يعني شمولية أكثر قررت إنه أنا أزور مدارس في السبع محليات بتاعت ولاية الخرطوم، وزرت مدارس حكومية ومدارس خاصة في محليات شرق النيل، محلية كرري، جبل أولية، بحري، الخرطوم، أم درمان وأم بدة. وقدرت الحمد لله أني أعمل مقابلات مع 1084 طالب وطالبة من الصف الأول إلى الصف الثامن، و112 معلم ومعلمة، و22 من مدراء المدارس، عشان أسألهم وأشوف الوضع الحالي الحاصل في المدارس الابتدائية دي. طيب دي يمكن الميجر فايندينجز أو النتائج اللي كانت واضحة في البحث، إنه أول حاجة كنت بسأل الطلاب عن استخدام كثرة استخدام الأساليب التوجيهية، وأديتهم لستة يمكن فيها 13 أو 14 أسلوب توجيهي، وقلت لهم وروني عدد مرات استخدام، شنو أكثر أساليب بيستخدموها معاكم لما أنتوا تعملوا حاجات غلط سواء استخدمت عليك أو على زول معاك في الفصل. فكانت دي الثلاثة أساليب اللي حصلت على أكبر نسبة من الـ 13 و 14 أسلوب اللي أنا خدتهم في الليستة، ديل الثلاثة اللي حصلوا على أكبر نسبة اللي هم التوجيه والتأديب أمام زملاء الفصل. يعني دائماً التوجيه في الخطأ لما الطالب يعمل خطأ بيتوجه قدام باقي الفصل، هيتينج الضرب، وآخر حاجة التوبيخ. دي الثلاث حاجات اللي قالوها الطلاب، يعني دي من الكويشنرز بتاعت الطلاب أو المقابلات مع الطلاب. الجدير بالذكر بنلقى هنا النسبة الهايلايتد اللي هي 5.1 من في المية، ده العبارة عن 55 طالب من 1084 طالب وطالبة اللي أنا قابلتهم اللي هم قالوا ما حصل في حياتهم شافوا ضرب أو تعرضوا لضرب هم نفسهم، لكن الباقين كلهم زي ما شايفين الفريكونسي بيكون ما بين دائماً وأحياناً إنه بيستخدم الضرب، يعني دائماً أو أحياناً، والتوجيه دائماً أمام زملاء الصف وأيضاً التوبيخ. فنجي للسؤال الأول من الأسئلة اللي كانت بتراودنا، إنه شنو الأسباب الشائعة اللي بتخلي الطلاب ديل يتعاقبوا؟ جيت لقيت إنه معظم الأسباب لها علاقة بإنه هو ما جلد كتابه، ما غلف كتابه، بتكلم أثناء الحصة، بيلعب، جاوب على سؤال غلط، بينضربوا إذا ما عملوا الواجب، إذا ما حافظين قرآن أو قصيدة، إذا طلعوا من الفصل من غير إذن، وأيضاً إذا زول نسى كتاب أو كراسه أو حصل على درجات غير مقبولة أو حتى سقط في امتحان، وإذا تأخر من الحصة أو ما حضر الطابور بتاع الصباح.
واخر حاجه اذا ما دفع الرسوم الدراسيه، ودي كانت لاقتني كثير عشان كده هي هايلايتد. الشقه الثانيه كان من السؤال انه هل فعلا الاسباب دي هي اللي بتستحق انه هم يضربوا ويتعاملوا بالطريقه العنيفه والوحشيه دي؟ بالنسبه لي انا مثلا عدم المقدره على دفع الرسوم الدراسيه الليله، انا كمعلمه استفدت شنو يعني لما ضربت طفل واهله ما قادرين يدفعوا قروش؟ يعني لقاني ولد بتذكر في الصف الثاني فكان بيبكي بيقول لي والله يا اخي الاستاذ ضربني عشان انا ما جبت قروش الحصه، لكن ابوي ما عنده قروش انا اعمل شنو؟ قال لي. فانا يعني فعلا وافقت انه هو حيعمل شنو. انت الليله كمعلم ولا معلمه لما تضرب طفل عشان اهله ما قادرين يدفعوا الرسوم الدراسية حاجة جدا مؤلمة، وحتلقى انه باقي الاسباب كلها يمكن بيكون عندها مبررات او اسباب خفية. يعني معظمهم هم فعلا ما عندهم القروش عشان يشتروا الجلاد مثلا للكتاب. لما جيت بسأل في بعض البنات اللي ضربوا برضو قدامي عشان هم كانوا ما عملوا الواجب، طب انت ليه ما عملت الواجب؟ مش انت عارفة انه الواجب مفروض تعمليه؟ قلت لي انا ما عندي كتاب. كيف ما عندي كتاب؟ فاكتشفت انه الافيلابيليتي اوف تكست بوكس او توفير الكتب المدرسيه مشكله كبيره في المدارس بالذات الحكوميه. الليله الفصل بيكون فيه 70 طالب 30 منهم بيكون عندهم كتاب مدرسي، اللي هو 10 اهلهم الحمد لله قدروا يوفروا لهم الكتاب المدرسي، و20 جابوا لهم من الحكومه اللي طبعا دي مسؤوليه الحكومه. باقي الفصل كله بيعملوا شير في ال 30 كتاب ده. فالليلة هي لما يكون عندها واجب ولا يكون عندها حفظ هي ما عندها كتاب ترجع له، تجيب تاني يوم تدق. فيعني معظم الأسباب اللي اتقالت من الطلاب لما بجي أفكر فيها بحس إنه تحت في مبررات. يعني هل إحنا من أول حاجة بس طوالي بنضرب وبنستخدم الأساليب الخاطئة دي، ولا الطلاب ده بيستاهلوا فرصة إنه هم يتسمعوا وإنه نعرف الأسباب شنو وراء السلوكيات دي، وراء إنه هو ما عمل الواجب أو إنه هو ما حفظ؟ طيب برضو كان سألت الأساتذة عن رأيهم في الإفكتيفنس أو الفعالية بتاعة الأساليب التوجيهية، وأديتهم نفس الليستة اللي فيها 13 تقريبا أسلوب توجيهي، وقلت لهم خدتوا لي شنو انتم شايفين اكثر اساليب فعاله في توجيه السلوك وتقويمه. وسبحان الله هي نفس الحاجات اللي اختاروها الطلاب، بل هنا الضرب طلع فوق. يعني الاساتذه شايفين انه الضرب هو اكثر اسلوب فعال عشان هم يقوموا به السلوك ويوجهوا به سلوكيات الطلاب. وايضا الديسيبلين ان فرونت اوف كلاسميتس او التوجيه والتاديب امام زملاء الصف. بتذكر في واحد من الأساتذة قلت له أنت ليه شايف إنه دي فعالة؟ يعني ليه توجيه أمام زملاء الصف مهم؟ فقام قال لي أيوة لازم تحرجيه قدام باقي زملائه عشان هو يتعلم الخطأ وما يعمل الحاجة دي تاني. فهو بالنسبة له كونه إنه هو أحرجه قدام زملائه دي كده علمته، this is a learning experience، كده هو تعلم. وآخر حاجة التوبيخ، والتوبيخ إحنا يعني عندنا هنا الشكل النهار، وأحياناً بيكون فيه ألفاظ يعني ما بيكون توبيخ ساي. آخر حاجة من الحاجات المهمة اللي كنت دايرة أعرفها من البحث إنه هل في علاقة ما بين العنف والأساليب الخاطئة المستخدمة وما بين نوع المدرسة سواء هي كانت حكومية أو خاصة، وما بين عمر الطلاب في الأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة، والجندر، هل الأولاد بيدقوا أكثر من البنات؟ يعني دي الحاجة اللي إحنا عارفينها يعني. فطلع فعلاً إنه في المدارس الحكومية حقيقة الضرب والأساليب الخاطئة أكثر بكثير من المدارس الخاصة، ولكن يعني ما بينفي وجود بعض هذه الأساليب في المدارس الخاصة. العمر طلع فعلاً مهم بأنه كل ما أنت كنت في عمر أكبر أو في فصل أكبر، يعني الناس الصف السادس والسابع والثامن بيضربوا بعنف وحشية أكثر. يعني هم من الصف الأول بينضربوا، لكن يعني ناس سنة أولى ديل بيضربوا كده جلدة جلدتين على يدهم ظهرهم غيره، لكن كل ما أنت كبرت في الصف كل ما العنف والوحشية في الضرب زاد. لقينا أنه ما في فريق ما بين أولاد وبنات، الاثنين
بيتعرضوا لنفس أنواع التوبيخ والضرب أو الأساليب اللي حقيقة هي خاطئة يعني. طيب نجي نشوف بعض الآثار السالبة اللي ممكن تنتج عن استخدام أساليب توجيهية أو تأديبية خاطئة. يبقى المشكلة شنو يعني إنه أنا استخدمت يعني الضرب؟ هنلقى إنه من الدراسة يعني هنلقى إنه أول شيء كل أنواع الأبيوز دي موجودة في المدارس، سواء كانت هي إساءة جسدية أو بدنية، سواء كانت إساءات لفظية. يعني أنا بعض الألفاظ اللي أنا سمعتها من الأولاد اللي عملت معاهم مقابلات حقيقي حاجة يعني مخجلة ومخزية جداً جداً، و the fact إنها هي جاية من معلمين، يعني الأساتذة هم اللي بيقولوا لهم الألفاظ دي. ففعلاً أنا حزنت جداً، يعني هم دال القدوة، الأساتذة اللي المفروض هم المثال الذي يحتذى به، هم القدوة، هم اللي بيقولوا للأولاد دال verbal abuse يعني أو ألفاظ. هنلقى إنه في emotional abuse، في إساءات عاطفية. كيف؟ بتذكر واحدة في الصف الثامن قلت لي والله يا أخي أنا الليلة رفعت يدي عشان أسأل سؤال، وقامت الأستاذة أحرجتني جداً قدام زميلاتي، قلت لي ده شو السؤال الغبي ده أظن، ولا ده شو السؤال البليد ده. فأنا زعلت شديد، قلت لي أنا تاني ما حأرفع يدي كله وغلطانة أنا أصلاً رفعت يدي وسألته. شوف أنت يعني الليلة موقف زي دي زي ده مع البدي حيرسخ في ذهنها إن هي لحد ما تكبر هي حتكون خايفة إنها ترفع يدها، إنها تسأل أي سؤال لحد يمكن ما تمشي الجامعة أو بعده، لأن هي خايفة إنها تنحرج أو خايفة إنها يعني يسخروا منها قدام زميلاتها. فحنلقى إنه corporal punishment اللي هو ده اللي بنقول عليه العقوبات الجسدية فيها جانب جسدي وبدني. ولما إحنا نجي نتكلم عن physical abuse أو إساءات جسدية أو إساءات لفظية، بنلقى إنه الاثنين عندهم في طياتهم إساءات عاطفية. الليلة أنت لما تضرب الطفل الأذى ما بيكون بس في الألم بتاع الدقة، ولكن الأذى النفسي بيكون يعني فعلا أعمق من الدقة أو من الحاجة السطحية البدنية. فنجل سؤال، هل فعلا الضرب بينفع ولا لا؟ للأسف الضرب عمره ما كان وسيلة لتقويم وتحسين السلوك، لأنه أنت الليلة أنتجت جيل ما عارف السلوكيات الصح من الخطأ. الليلة أنت أنتجت جيل ما بيعمل جوطة ومنضبط في الفصل بس عشان هو خايف أنه أنت تدقه، ما عشان أنه هو ده السلوك الحميد المفروض الطالب يتخذه. أنتجت جيل ما داير يغش في الامتحان مش عشان الغش في نفسه هو حاجة خطأ وسلوك خاطئ، ولكن عشان هم ما دايرين يتقبضوا وينضربوا ويتعاقبوا على الحاجة دي. فإحنا أنتجنا جيل ما عارف أصلاً الفرق ما بين الحاجات الصح ما بين الحاجات الخطأ، وكده أنت ما أنتجت جيل مسؤول. يعني إحنا الهدف في النهاية شو؟ إحنا دايرين نربي أفراد مسؤولين في المجتمع. طيب once the threat is gone، أول ما إنه الطالب ده لقى ما في تهديد فوقه، ما في زول فوقه شايل له صوت ولا شايل له خرطوش، هو حيعمل كل التصرفات الخاطئة لأنه ما عنده تهديد، ما عنده حاجة بتفرض عليه القوة أو تفرض عليه إنه هو يتخذ السلوك الصحيح. هنلقى إنه corporal punishment أو العقوبات الجسدية والنفسية عندها آثار عميقة تاني، عندها emotional consequences، عندها آثار عاطفية. الليلة الطفل اللي أنت بتضربه والطالب اللي أنت بتضربه حيكون عنده مشاعر مختلطة من ألم، من غضب، من حزن، من الإحساس بعدم القيمة، يعني I'm not worthy، أنا ما مهم، أنا مشاعري ما مهمة، أنا أصلاً طوالي بالدقة فأنا خلاص فعلاً معناته أنا إنسان ما بفهم أو أنا إنسان ما بقدر أتبع القوانين. يعني حتكون رستخت فيه كمية من المشاعر السالبة اللي للأسف بتكبر معاه. يعني دي المشكلة في الأذى النفسي إنه هو حاجة تسكار بتكبر معاك وبتفضل معاك طول العمر. هتلقى إنه في آثار إدراكية cognitive consequences إدراكية. الليلة الطفل اللي أنت دقيته أول شيء ما حيستوعب لك ولا كلمة في باقي الحصة،
ده لو انت دقيت في بداية الحصة ما حيستوعب ولا كلمة من الحاجات اللي انت حتقولها. دماغ الطفل الستريس المتوتر دائما وابيوزد وخايف من الضرب وخايف من العنف أثرت على قدرته الاستيعابية وأثرت على تركيزه ويمكن كمان عملت له عقدة وبقى بيكره المادة وبيكره الأستاذ وبيكره المدرسة وكده أنت شلت كل التحسن الأكاديمي اللي أنت دار تدي له للمعلمين اللي مثلا بيقول لك إحنا بنضرب عشان هم يتعلموا إحنا بنضرب عشان هم يحفظوا. أنت ممكن تكون قلبت الحاجة وعملت آثار عكسية تماما بأنه أنت أثرت على مستواه الأكاديمي وأثرت أصلا على رغبته في التعلم. للأسف حنلقى أنه الأطفال اللي بينضربوا وبيتعرضوا لأساليب توجيهية خاطئة وسلبية عندهم relational consequences مشاكل في العلاقات آثار في العلاقات. أول شيء الأطفال ده حتلقى أنه عندهم trust issues مشاكل في الثقة تكبر معاهم وللأسف بتؤثر جدا على مقدرتهم لتكوين علاقات صحية في المستقبل ودي حاجة يعني مشكلة. هتلقى انه الطفل اللي دائما ابيوز سواء كان من اهله في البيت او من المدرسه ما بيثق في الناس بسهوله ولا له لو حصلت له اي حاجه ما حيجي يحكي لك. للاسف تاني حنلقى انه الكوربورال بونيشمنت والعقوبات والاساليب الخاطئه دي عندها بيهيفيرال كونسيكوينسز او اثار في السلوكيات بتاعت الاطفال دي. ليه؟ لانه فايلنس بريدز فايلنس العنف يولد العنف. ببساطة أنت أنتجت جيل شايف إنه العنف ده حاجة مقبولة. أنت أنتجت جيل شايف إنه والله السلطة للزول الأقوى منه وبالتالي إذا أنا بقى عند القوة وبقى عند السلطة أنا حأمشي أدوس الأضعف مني وكده. أنت مثلاً you produced bullies أنتجت ناس بيتنمروا بالذات اللي حتلقى لقيتني كثير إنه في الصفوف الكبيرة بيتنمروا على الأولاد في الصفوف الصغيرة اللي بيشيل فطوره واللي بيشيل قروشه لأنه ده الحاجة اللي هم بيجوا متعودين عليها إنه العنف ده هو الحاجة المقبولة عندنا. طيب آخر حاجة ده كوت من واحد من الطلاب اللي أنا قابلتهم كان في الصف الخامس ويمكن ده من أكثر المقابلات اللي فعلاً رسخت في ذهني. الولد ده كان بيقول لي إنه أنا بكره المدرسة جداً لأنه الأساتذة بيضربونا شديد. وفي نص كلامه الطالب ده بدأ يبكي يعني بدأ يبكي بحرقة بيقول لي الأستاذ بينادي أولاد من الصف الثامن عشان يمسكوني عشان أنا ما أتحرك وهو بيضرب فيني. فكان جداً متأثر وكان إنه هو كاره المدرسة ما داير يجي. للأسف إحنا باستخدامنا لأساليب توجيهية وتأديبية خاطئة سرقنا من الأطفال ديل يعني يمكن أجمل سنين حياتهم في المدارس الابتدائية. سرقنا من الأطفال ديل the joy of learning متعة إن هم يتعلموا متعة إن هم يمشوا المدرسة يكونوا مبسوطين مش إنه هو ماشي المدرسة خايف إنه الليلة حيتدقى خايف إنه الليلة ما عمل الواجب ماشي يتدقى أو هو يتأخر الليلة هو حيضرب من الأستاذ الفلاني. يعني سرقنا منهم مقدرتهم على تكوين علاقات صحية وعلاقات جميلة في المدرسة غير إنه يعني ضيعنا عليهم فرصة إنه يعينوا للمعلمين ديل as mentors و as قدوة as role models. أنت في الليلة كمعلم زي ما قلنا مهمتك ما بستعلم انت بتربي اجيال فانت يمكن تكون الاب الثاني في المدرسه فانت لازم تكون عنيف وبتستخدم الضرب وبتستخدم التوبيخ وبالفاظ وبشتائم ما في زول حيلجأ لك عشان ممكن يستفيدوا من خبراتك في الحياه يستفيدوا من نصائحك. فدي حاجات كثيره الطلاب بيفقدوها فقط لانه احنا لسه يعني بنستخدم أساليب قديمة وأساليب خاطئة وسلبية very negative. يعني نجي لأنه نشوف المشكلة من زوايا مختلفة عشان إحنا نقدر الليلة نحل مشكلة زي مشكلة الضرب والأساليب الخاطئة في المدارس. لازم نعرف أنه عندها roots أنه عندها جذور
من حتات مختلفة. الموضوع ده ما بس إنه المعلمين ده الناس كعبين، حنجي نلقى إنه المشكلة أصلاً جاية من إنه هي ثقافة. الضرب للأسف شئنا أم أبينا عبارة عن culture. It's a cultural norm. دي حاجة عادية عندنا. اللي هو زي ما دكتور أنور جان قال في البداية واللي سمعتها كتير في المدارس، يقول لك الأهل اللي بيقولوا ليك اللحم ولين العظم، يعني شيل الطفل ده عمل فيه الدايره هزئه بس المهم جيبه لنا راجع بشهادة. ولا الأهل اللي بيقول لك أي أحسن يتضرب عشان يبقى راجل، أو بعض من الناس اللي بيقول لك ما ها إحنا حس انضربنا ما لنا حس إحنا كويسين ما حصلت لنا حاجة. فتلقى إنه الزول ده هو ذاته يعني كبر وتزوج وجاب أولاد وبيستخدم معهم عنف جسدي ولفظي وغيره، وأولاده ديل مشوا المدرسة لقوا في عنف برضو في المدرسة. It's a cycle. فبيقوا إنه ده العادي عندنا، ده العنف ما هو إحنا كبرنا وأنا ذاتي بضرب أولادي وأولادي حيضربوا أولادهم، وبقت حاجة مستمرة. طيب الجزء الثاني اللي بيقول لك، أو قبل ما يعني نمشي لموضوع الريليجن، بالنسبة للثقافة المعلمين ده هم فعلا يعني ما كائنات فضائية، هم جزء من المجتمع بتاعنا، هم جزء من الثقافة بتاعتنا، فهم ذاتهم متربيين على الحاجة دي، أو هم ذاتهم مترسخة فيهم إنه الليلة أنا ما حأخذ احترامي من الفصل ده إلا إن أنا أستخدم الضرب أو العنف. الأطفال ده ما حيتعلموا إلا أنا أستخدم معاهم الأساليب دي. وحنلقى إن الموضوع ده فعلا هي منتاليتي، هي عقلية مترسخة ومتجذرة في المجتمع السوداني. فإذا أنا عشان أغير حاجة زي دي أنا لازم يعني أبدأ بوعي مجتمعي كبير جدا. يعني ثاني حاجة من ناحية الريليجن، كتير كتير من المدارس اللي أنا مشيتها بيقوم الأستاذ بيقول لي إحنا ما بنضربهم عشان يتعلموا، فأصلا الضرب ده في الإسلام موجود. يعني هم بيقول لهم الضرب وين موجود في الإسلام؟ فبيستندوا لي بحديث الصلاة بتاع اضربوهم لعشر. طب أنا لا يعني ما حقلب الموضوع ده حصة دين، لكن يعني أنا ما عارفة هم ليه خلوا الرحمة والجمال في الإسلام ده كله بس ركزوا مع الحديث ده. غير كده يعني أول شيء تقولتوا عشر، طيب شوفوا على في أولى وخمسة وسادسة ديل زنبهم شنو يعني. غير كده برضو طب ما في أحاديث كثيرة، يعني ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعني أنا بكبري ده ما حصل سمعت لي بأي قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أي صحابي بيعامل طفل بطريقة عنيفة ووحشية باللي أنا بشوفها في الصور دي. فيعني شخصية بفتكر إنه يعني الإسلام ده كده بريء من التعب ده، يعني ما في زول يجي يقول لي الضرب مسموح في الإسلام، لا ما يعني ما بالعنف وما بالوحشية دي. فحنلقى إنه دي مشكلة. طب دول أساتذة متعلمين مثقفين خريجين، لكن هم شايفين إنه الضرب ده هم ثقافة تربوا عليها، هم ذاتهم تربوا عليها، هم شايفين إنه دينهم بيقول لهم إنه الضرب مسموح، وهم شايفين إنه هدفهم سامي، يعني هم دايرين الأطفال ده ليتعلموا. طيب حنجي للسؤال اللي بعديه اللي ذكرناه في بداية البرزنتيشن، هل في قوانين يا جماعة بتمنع الضرب في السودان ولا لا؟ هل الضرب مسموح؟ لا الضرب ما مسموح، وفعلا في قوانين. وده أول قانون مثلا اللي هو من الـ CRC Convention on the Rights of the Child، ده مؤتمر حقوق الطفل، أكبر اتفاقية دولية لحقوق الطفل. الاتفاقية دي فيها بند كامل معمول كده للعقوبات الجسدية والنفسية بتاعت المدارس دي. عملوا البند ده وقالوا يا جماعة كل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية طوالي تمشي تعمل القوانين والنصوص بتاعتها وتحاسب المعلمين، وإنه خلاص الحاجة دي بعد ده ما هتستخدم في كل المدارس. طيب السودان موقع على الاتفاقية دي؟ أيوة السودان موقع على الاتفاقية دي من عام 1990. طيب ده كلام خواجات إحنا مالنا، لا أنت كونك دولة موقعة يعني شنو أنت دولة موقعة؟ معناتها أنت
ملزمة قانونياً legally bound أنت كدولة موقعة أنك تلتزم بكل البنود في الاتفاقية دي بالقانون. طيب خلينا من الاتفاقية الدولية، إحنا عندنا حاجة اسمها قانون الطفل السوداني. قانون الطفل السوداني لعام 2010 فيه بند يعني كامل عن الجزاءات المحظورة في المدارس. للأسف هم ليلة ما مبينين هم قاصدين شنو بالعقوبات القاسية، هم قاصدين شنو بالعقوبات القاسية، لكن بالنسبة لي يعني أي ضربة في النهاية، في ناس كسرت يدهم، كسرت صباعه، صدجة في عينه، حتى ولو الأذى النفسي ساي، أنا بالنسبة لي ده عقوبة قاسية. لكن هو واضح يعني العقوبات القاسية، التوبيخ بالألفاظ وغيره، ده في قانون الطفل السوداني. نجل المدارس نفسها، دي لائحة التعليم الأساسي، اللائحة دي بتلقاها في وزارة التربية والتعليم، أي زول ممكن يشيلها، أي مدرسة مفروض يكون فيها اللائحة المدرسية دي. نجي نشوف مكتوب في شون مثلا، لو قريتوا رقم 7، لا يجوز توقيع العقاب الجماعي على التلاميذ. دي طبعا أنا لاقتني كثير اللي بيقولوا لي إحنا كلنا اتدقينا. يا أولاد كيف كلكم اتدقيتوا؟ الفصل كله اتدقى؟ أي طب أنتوا عملتوا شنو؟ بيكون في واحد عمل صوت ورا، فما دارين يقولوا الأستاذ يعني يفتنوا على بعض، فبيقوم الأستاذ بيطلعهم كلهم بيدقهم كلهم سوا. دي كثيرة لاقتني يعني. رقم 8 مثلا، لا يجوز ضرب التلاميذ بالعصا أو الركل أو الضرب على الرأس والوجه. طيب ماذا يستفاد من الكلام الفوق ده؟ إنه إحنا ما شاء الله رهيبين في اللغة العربية، يعني القوانين دي والنصوص دي حقتنا، حبر على ورق، لكن منو اللي بنفذ؟ هل في أستاذ بيتحاسب؟ ما في. معظم الأساتذة الأيام دي يعني شغالين بمزاجهم، اللي بيضرب واللي بيشتم واللي بيعمل كل الأساليب التوجيهية الخاطئة، ونادراً ما تلقى أستاذ أو أستاذة بيتحاسبوا على الأساليب الخاطئة دي، واللي هي دي مشكلة يعني كبيرة جداً. مشكلة الأكاونتابيليتي دي حاجة كبيرة جداً لازم تتعالج. طيب حسا احنا تكلمنا عن انه الضرب والعنف عندنا ثقافة اللي بيقوله مسموح في الاسلام، تكلمنا عن انه المعلمين ما في محسوبية، ما بيتحاسبوا على الافعال. نجي نتكلم عن الـ educational environment او البيئة التعليمية، كيف ممكن تأثر علاقة شنو بالضرب. حنلقى انه البيئة التعليمية بالذات في المدارس الحكومية جداً stressful، يعني ضاغطة جداً نفسياً وعملياً. أي أستاذ أنا لقيته بيقري 3 مواد فما فوق في المدرسة، الأستاذ الواحد بيقري 3 مواد فما فوق. كل المعلمين والأساتذة بيشتكوا من المناهج، كيف إنها ضاغطة جداً، كيف إنه ما عندهم الليلة أدوات ومساعدات تدريس عشان هم يقدروا يشرحوا المواد بطريقة كويسة. فبتلقى إنه في frustration، في إحباط، إنه هم المنهج كثير، المنهج ضاغط، وأحياناً في معلمين يقول لك هو أصلاً ما مناسب مع عمر الطالب، فبتلقى إنه هم ما قادرين يوصلوا المعلومة، والطلاب ما قادرين يفهموا، وبالتالي الطلاب بيجاوبوا غلط أو بيسقطوا في الامتحان، والطلاب بيتدقوا في النهاية. يعني it's a cycle. غير كده بتلقى الـ overpopulated classes، وبالذات دي في المدارس الحكومية برضو. يعني أنا مشيت لي فصل كان فيه 80 طالب، مجموعة قاعدين في الواطة، وناس فوق الديسك، وناس في الشباك، ويعني 80 طالب في الفصل. الليلة أنا اشتغلت كمعلمة مثلاً سنة، أنا لو جابوا لي 80 طالب في فصل واحد حجن صراحة، يعني صعب صعب. الليلة أنت أستاذ زي ده، هل هو عنده وقت يحني سي واحد؟ يا ولد أقعد هنا، يا ولد ما تتكلم، يا ولد ما تنط هنا. حتى لقينا الأستاذ ده كلهم داخلين بالخراطيش في يدهم، لأنه الليلة الواحد اللي بيفتح خشمه حيتدقى في راسه، بس انتهينا، ما في وقت أنا أقعد أحنس أي واحد. مشكلة كبيرة الـ overpopulated classes، لأنه حتى لقينا في standards يا جماعة. أول حاجة في حاجة اسمها student to teacher ratio، في نسبة
of الأستاذ للطلاب عالميا كده الأستاذ الواحد مفروض يكون قصاده 16 طالب فقط. فأنت تجي تلقي هو أستاذ واحد قصاده 80 طالب حيعمل بهم شنو يعني؟ حيقول لمنو ولا منو أسكت ولا أقعد في مكانك؟ يعني this is عامل مؤثر جدا على فكرة في إنه هم يكون ما عندهم وقت إنه هم يستخدموا أساليب بديلة. بيستخدموا الضرب لأنه دي الحاجة السهلة، دي الحاجة السريعة، بتضبط السلوك طوالي وخلاص نستخدم العنف. طيب غير الـ educational environment في عوامل تانية لها علاقة بالأساتذة، إنه الـ economic situation بتاعهم تعبان جدا بالذات في المدارس الحكومية. الليلة أنا لما نجي أتكلم عن economic situation أنا عارفة ناس يقول لي علاقتها شنو يعني أنت مأهول أستاذ يضرب، ده تصرف خاطئ. في أي مهنة، في أي شركة، في أي حتة، الساتسفاكشن بتاع الموظف بتاعك، الرضا بتاع الأستاذ عن وضعه، عن مكانته، عن بيئته، عن تعليمه، عن البروسيس بتاعت التعليم مهمة جدا. يعني الأستاذ الليلة أنا لازم أقدره وأدفع عليه قروش وأريحه عشان هو ذاته يؤدي لي المهنة بطريقة جيدة، يؤدي رسالته بطريقة فعالة. لكن أنا الليلة لما هو الأستاذ أصلاً مرتبه ضعيف والبيئة التعليمية أصلاً كعبة جداً وعلى العلي الفصل زحمة، فأنا حتوقع شنو من الأستاذ؟ هل أنا في الحالة دي فعلاً حقدر ألوم أستاذ؟ في مدرسة مشيتها كان في أم بدة الأستاذة بتقول لي والله يا أخي أنا لي خمس شهور ما صرفت مرتبي. طب هي الليلة مثلاً كمعلمة كل يوم بتصحى الصباح بتلفح ثوبها الأبيض وبتجي المدرسة ودافع قروش مواصلات وقروش فطور وهي لها خمس شهور ما صرفت مرتبها، فهل هي حتجي المدرسة وحتكون كده بنفسيات وسعيدة ومبتسمة مع الطلاب بتاعنا وبكل يعني ريحية وكده وبكل جمال، ولا هي أول شيء حتشاكل الطلاب وحتتزهج فيهم وكل الستريس والضغط والإحباط اللي هي مرة به حتفرغه وحتطلعه في الطلاب ده؟ فإذا دي حاجة مهمة جدا، يعني الساتسفاكشن أو الرضا بتاع التيتشرز مهم جدا اللي يخليهم إنه هم يؤدوا أحسن في المدارس. ومهم طبعا جدا التريننج بالنسبة للأساتذة، يعني يمكن معدوم أنا ما أقدر أفتي، لكن أحس إنه التريننج بالنسبة للأساتذة جدا قليل. يعني حتى التريننج معظم التريننج اللي أنا سألتهم بياخدوا تدريبات على المنهج اللي هم حيقروه، يعني الأستاذ بياخد تدريب في المادة بتاعته عشان يقدر يوصلها للطلاب. الليلة في حاجات مهمة جدا أنا مفروض أوفرها للأستاذ، يعني مثلا أدربه على child psychology على نفسية الطفل، أدرب الأستاذ إنه والله يا أخي أنت الأربعين طفل اللي عندك دل ما بيستوعبوا بنفس الطريقة، في حاجة اسمها learning styles، في حاجة اسمها أساليب للتعلم، الليلة الطلاب اللي عندك دل ما كلهم بيتعلموا بنفس الطريقة، فكونه واحد جاوب لك جواب غلط أو جاب لك الواجب هو كاتب غلط أو ساقط لك في امتحان ما معناته أنه غبي وبليد، معناته هو ما فهم بالطريقة دي، يمكن محتاج طريقة تانية عشان هو تتشرح له. فدي حاجات جدا مهمة أنه إحنا مفروض ندرب عليها الأساتذة. غير كده إحنا مفروض ندربهم على وسائل بديلة، يعني لا لما نجي أقول لهم الضرب ممنوع، طيب البديل شنو؟ يعني أنت أنا هعمل class management، كيف هأضبط السلوك الصف بتاعي؟ لازم تديني بديل. دي يمكن من أكثر الحاجات اللي اتعلمناها الفاونديشنز أو الأساس في الصحة العامة. لا أنت لما تمشي تقول لناس ما تشربوا من الموية الوسخانة دي لأنها بتعمل لكم مرض، طب البديل شنو؟ وين الموية النظيفة؟ إذا ما في موية نظيفة ما أنا حاشرب من الموية الوسخانة. بنفس القدر الليلة الأساس ده إذا ما عندهم تدريبات على بدائل، على بدائل لضبط السلوك، على بدائل لأنه كيف يضبطوا الفصل بتاعهم، هيعملوا شنو؟ ما هي دي الحاجة اللي عارفينها، هيضربوا، هيعنفوا، هينبزوا، هيوبخوا، بس دي الحاجة اللي هم عارفينها يعني. طيب في major challenges بتلاقينا لما نجي نتكلم عن مشكلة زي مشكلة الضرب في المدارس أو عموماً استخدام الأساليب الخاطئة. الـ early age school entry دي من الحاجات يمكن الناس ما بتفكر فيها، إنه
بيدخلوا الأطفال من عمر صغيرة. ليلة الأم بتجي فرحانة، أنا ولدي عمره 5 سنين دخلته المدرسة، ويعني هي بتكون فخورة يعني وفرحانة. أنت ولدك لسه ما جاهز ذهنياً وإدراكياً إنه هو يخش المدرسة، ولدك الليلة ما جاهز إنه مفروض يقعد في فصل ويستمع لأستاذ لمدة نص ساعة أو 40 دقيقة من غير ما يتحرك أو يتكلم، لأنه هو لسه طفل، هو لسه عمره 5 سنين. فبالتالي ولدك حيقوم يلعب في الفصل أو يتحرك في الفصل، فحيقوم الأستاذ حيقبضه وحيقوم يدقه. دي السايكل كده. برضو إنه إحنا بندخل بدري، إحنا أوريدي قلنا إنه أصلاً المناهج ضغاطة، وأصلاً المناهج معظم المعلمين بيقولوا إن هي ما مناسبة مع عمر الأطفال. فأنت الليلة دخلت ولدك صغير أو دخل صغير، برضو قدراته الاستيعابية والإدراكية ما حتكون على مستوى إنه يفهم المناهج اللي هو هيكون فيه، عنده واجبات وعنده امتحانات، فيمكن مستواه يكون أدنى شوية. والولد مسكين يا حرام، ما ذنبه، لكن هو دخلوه بدري، هو لسه ما بيقدر يستوعب المستوى ده من المنهج أو من التعليم يعني. فإذا دي يعني بتبقى مشكلة كبيرة يعني. الأطفال لسه هم كلهم أطفال، لسه عندهم الطاقات بتاعت الأطفال، لسه دايرين يلعبوا، لسه دايرين يتحركوا ويتكلموا. فيعني دي حاجة لازم الآباء والأمهات ينتبهوا لها. الحاجة الثانية learning difficulties اللي عاملة لها highlight، يمكن دي من الحاجات الكبيرة اللي إحنا فاقدينها في السودان، إنه إحنا الليلة ما عندنا screening أو ما عندنا تقييم للأطفال قبل ما يخشوا المدرسة. يعني شو الكلام ده؟ دايركم تتخيلوا معاي عدد الأطفال الليلة اللي حيكون عندهم learning difficulties، عدد الأطفال اللي عندهم dyslexia، عدد الأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم، صعوبات في القراءة وفي التعليم، ودي disorders. والليلة الأستاذ بيقول لي أنت بليد، أنت ما بتفهم، الولد ده ما بيفهم، ما زي باقي زملائه، وبيطلعه وبيضربه. تخيلوا معي عدد الأولاد أو الأطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه، اللي هو برضو disorder الـ ADHD، وما في زول مكتشفه، بيخش لي المدرسة عادي، ويجي الأستاذ يقول يا أخي الولد ده حركي، الولد ده ما بيثبت في مكانه، والولد ده ما بيركز معاي، وبيشيله وبيدقه. يعني ده كم عادي ممكن يكون كم هائل من الأطفال. فإذا يعني دي حاجة مهمة جدا جدا، التقييم للأطفال قبل ما يخشوا المدرسة الابتدائية جدا مهم. حنلقين لا، لأنه في فجوة كبيرة ما بين الآباء وما بين المعلمين والمدرسين. أنا ما عارفة ليه إحنا ناسيين إنه الليلة المدرسة والبيت بيكملوا بعض، هما complementary، بيكملوا بعض. الحاجات اللي أنا بتعلمها في المدرسة بتتكمل لي بالبيت، والحاجات اللي بتحصل لي في البيت بتكمل لي بالمدرسة. الليلة مثلاً الأولاد اللي ما عامل لي واجب ولا ما حافظ، عادي ممكن يكون أهل مطلقين، عنده ظروف كعبة جداً في البيت مؤثرة على أدائه الأكاديمي. الليلة ممكن تكون أمه ميتة، وأصلاً ما عنده زول يتابع معاه الواجبات أو يحفظ معاه، أو أبوه شغال الوقت كله. في الزمن الحالي الصعب بتاع السودان ده، حتلقى إنه الأم والأب الاثنين شغالين، من اللي حيتابع مع الأولاد الليلة الواجبات والحفظ وغيره، والولد بيمشي المدرسة كل يوم وبيتدقل أنه هو ما في زول متابع معاه. وده يمكن الفجوة اللي ممكن شوية تتملي بموضوع السوشيال وركرز أو المرشدين الاجتماعيين والنفسيين اللي مفروض يكونوا موجودين في أي مدرسة، عشان يكونوا حلقة وصل ما بين ظروف الولد أو الطالب في البيت واللي حاصل له في المدرسة. وعموماً أنت كمعلم أو معلمة مفروض تخد في بالك إنه 70 أو 80 طالب اللي أنت معاك في الفصل ده، أي واحد فيهم عنده قصة، أي واحد عنده سيناريو، أي واحد عنده ظروف مختلفة في البيت بتأثر على أداؤه الأكاديمي في المدرسة، وحتى بتأثر على سلوكياته. هتلقى إنه الأطفال اللي مثلاً مرات بيعملوا سلوكيات كعبة وهم ما كانوا كده، تلقى إنه عندهم مشاكل في البيت. يعني في حاجات on a deep level، على مستوى عميق، لازم المعلمين والمعلمات يبتدوا يلاحظوا ليها.
إنه لا أنا ما حدق في أقل حاجة، ما في أقل واجب غلط أنا مفروض أدق، ما في أقل امتحان أنا جبت فيه درجات ما كويسة أنا مفروض أدق. لازم تراعي إنه في قصة وراء الموضوع ده، احتمال كبير إنه عنده ظروف في البيت حصل ما قادر يؤدي كويس في الامتحانات، أو ببساطة هو أصلاً ما فاهم منك كأستاذ أو ما فاهم المادة. فإذا في فاكتورز كثيرة أنا مفروض أفكر فيها كمعلم وكمعلمة قبل ما أنا ألجأ لاستخدام أسلوب الضرب. طب لما نجي نفكر إنه إحنا كيف نحل حاجة زي دي، يعني أنا فعلاً بعد ما مشيت المدارس وعملت المقابلات دي أنا مشيت بالpoint إنه المعلمين ده بس هم ناس كعبين. لما مشيت شفت المدارس وزرت المدارس لقيت إنه لا، في عوامل تانية، هم ما عشان هم كلهم كعبين لكن في حاجات تانية. فأنا عشان أجي أحل مشكلة زي دي لازم أعرف إنه أنا بشبه الإدوكيشن وضع التعليم في السودان، أو حتى عشان أنا أحل مشكلة زي الكوربورال بانشمنت أو الأساليب الخاطئة بالطرابيزة، كله رجل بتمثل حاجة. يعني عندي الجوفرمنت، عندي السوسايتي، عندي الستودنتس، وعندي التيتشرز، عندي الحكومة، عندي المجتمع والطلاب والمعلمين والأساتذة. لو في أي واحدة من الرجل دي مكسورة الطرابيزة ما حتجيب. فلنفرض إنه في حالة السودان أصلاً كل الأرجل مكسورة والحمد لله، فحنلقى إنه أنت لما تجي تصلح رجل واحدة برضو الطرابيزة ما حتجيب. يعني الليلة أنا كحكومة زدت المرتبات للمعلمين زي ما هو حصل حسا، زبطت المعلمين ديل وزدت المرتبات وهم حسا مبسوطين ووضعهم الاقتصادي اتحسن جداً، لكن لسه البيئة فقيرة جداً، لسه الفصول مليانة، لسه ما عملت لهم تدريبات. هل كده أنا حليت المشكلة؟ لا، لسه حيكونوا لسه مستمرين في نفس أساليبهم. فلنفرض أنه أنا اللي وفرت تدريبات للمعلمين عن السلوكيات وعن الحاجات الحسنة. بتذكر في واحدة من المدارس مشيتها في بحري، فبس سألت الأستاذة ها أخذت تدريب مؤخراً؟ قلت لي هاي الأسبوع الفات كلنا كمدرسة جابوا لنا خبير من قطر وورانا السلوكيات الحسنة والتربية الإيجابية وكيف إنك تضبط سلوك الأطفال بطريقة كويسة يعني. فانبسطت شديد، قلت تمام يعني دي مدرسة عندها تدريب وده موضوعي. يعني 5 ثواني أنا طلعت من باب المكتب، المديرة راسة 7 ولا 8 أولاد في الواطة وبتجلد فيهم بالصوت، وبيجي في راسه والبيجي في ظهره والبيجي في رجلينه في الواطة. يعني أنا لما شفت المنظر ده يعني طب الفائدة شنو؟ ها التدريب جاهم، التدريب جابوا لهم زول من قطر عديل دربهم على الحاجات دي، ما في فائدة. لسه الموضوع شنو؟ culture، يبقى الحاجة شنو؟ مجتمع. لسه أنا مفروض أشتغل على المنتاليتي وعلى الكولتر بتاعتي. فإذا يعني I cannot stress enough، ما أقدر أشدد كفاية كيف إنه مهم نشتغل على الحاجات دي simultaneously مع بعض، لازم نشتغل فيها مع بعض. ما ينفع أنا أركب رجل واحدة تربيستي ما حتجيب، لازم أشتغل على الأرجل الأربعة مع بعض عشان أنا فعلا أقول إنه عندي حل مستدام sustainable. ليلى أنت لما تعمل أي حاجة بسيطة زي نزلت المرتبات وكده دي لصقة بس كده بانديت، فأنا عشان أنا يكون عندي حل دائم محتاجة إني أشتغل على الحاجات دي مع بعض. طيب هنشتغل في شنو بالضبط؟ هنشتغل مثلا في الحكومة. أول حاجة الحكومة محتاجة بشدة تشتغل على الأكاونتابيليتي، المحسوبية، إنه تحاسب كل المعلمين. خلاص في قوانين يا جماعة، في قوانين، انتهينا، ما في حاجة اسمها أنا أشتغل بمزاجي بعد ده. أي أستاذ أو أستاذة تخالف القوانين يكون عنده جزاء، دي حاجة لازم تشتغل عليها. ولكن في نفس الوقت لازم أنا أشتغل على الإيكونوميك سيتويشن أو الوضع الاقتصادي بتاع المعلمين، لازم أنا أسعى لراحتهم، لازم أسعى لمكانتهم، لازم أسعى إنه أنا أفضل لهم الفصول. الأوفر بوبيليشن الحاصل في الفصول دي حاجة جداً يعني مقلقة. يمكن من الحاجات المهمة المفروض تعرفوها
اللي هي مثلا دي كان الإحصائية اللي أنا جبتها من وزارة التربية والتعليم، عندنا 4448 مدرسة ده في ولاية الخرطوم بس. ده على فكرة عدد هائل من المدارس. المشكلة وين؟ المشكلة إنه 2545 دي مدارس خاصة. مدارس خاصة معناتها إذا أصلاً المدارس الحكومية بتاعتي أصلاً زحمة ومدفقة، ده غير الثلاثة مليون طفل الـ out of school children اللي أصلاً ما قاعدين يجوا المدرسة، معناتها أنا عندي عجز كبير في إني أنا أستوعب الأطفال ولاد الخرطوم في المدارس. ده عجز كبير لازم الحكومة تفكر إنها هي كيف حتقدر تملاه. غير كده على فكرة أنا كنت بتسأل يعني الليلة أي زول عنده قروش وعنده واطة كده وطابق بتاع بيت بيصرحوا له إنه يستخدم إنه يفتح مدرسة خاصة؟ أنا ما عارفة شنو المعايير اللي بتخلينا نفتح مدارس خاصة. يعني في واحدة أنا مشيتها في شرق النيل، أنا متأكدة كان قلت خوف الفصل حيقع، وفي فصلين كده ورا أنا ما أعرف الكهرباء كانت قاطعة ولا ما في كهرباء أصلاً. يعني المدرسة حالتها جداً تعبانة، دي مدرسة خاصة، وما إنه الليلة هي في حتة مقطوعة لأنه يعني وراها كان في مدرسة حكومية. فما فهمت هم الليلة الناس دي فتحوا المدرسة الخاصة دي بيئات ومعايير، وكان فيها أساليب الضرب وكان فيها أساليب التعنيف. إذن أنا يعني ما عندي أنا كيف بفتح مدارس خاصة؟ يعني ده سؤال لازم الناس الحكومة يسألوه. طيب عشان ما ننجرف من الموضوع، الcontinuous training للteachers مهم جدا طبعا، التدريب المستمر مش إنه تدريب مرة في الشهر ولا مرة هنا، وعلى حاجات متجددة. يعني زي ما ذكرت الليلة الأساتذة يتعلموا عن نفسية الطفل، عن أساليب التعلم، عن learning styles. ليه المعلمين ما ياخدوا دورات هم ذاتهم في الإرشاد النفسي والتربوي بحيث أنه هم ذاتهم يكونوا يعني مرشدين، وهو دي مهمتهم، يعني هم القدوة في النهاية. فيمكن في دورات كثيرة تدريبية ممكن المعلمين يخوضوها، وأهم شيء ندربهم على بدائل إيجابية، على وسائل توجيهية وتأديبية إيجابية من شأن ساجدة. الصوت وقف لفترة. الصوت واقف، شكله الانترنت من عندك شوية ضعيف ولا حاجة. سامع يا ساجدة؟ طيب شكله في مشكلة بتاعت انترنت كونكشن عند ساجدة، لحد ما جينا راجع تاني. معانا هنا اسي في الجلسة برضو إسراء إيثار. إيثار صلاح التاي. إيثار عندها ماجستير في الإرشاد والصحة النفسية من جامعة الأحفاد، هي مدرب معتمد من اتحاد المدربين العرب ومنظمة الصحة العالمية في الصحة النفسية. عندها خبرة 13 سنة في مجال الإرشاد النفسي والتربوي، وهي مؤسسة لمركز آمنة لتدريب الأسرة والطفل، وصاحبة مبادرة منصات مجموعة الدعم النفسي والتربوي للأمهات في السودان. أوكي ساجدة جات راجع، ممتاز. ساجدة ممكن تشغل الصوت من عندك بس؟ إيثار مرحب بيكي برضو، وإنتي حتكوني إن شاء الله مشاركة.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا إيثار، كيف حالك؟ طيب ساجدة، ساجدة اعملي unmute. ساجدة ممكن تعملي unmute. ساجدة you are muted، ممكن تعملي unmute من عندك هنا. ساجدة شكلها عندها مشاكل في الكونكشن يا إيثار، فبس تكمل البرزنتيشن بتاعها على أساس إنه بعد كده تدخلي التيم الثاني. مين وايل خليكي معاي، مين وايل أنا هعمل شير السكرين ده أوري حاجتين ممكن تكون لفائدة الناس في الموضوع. في كتاب مهم جدا الناس تقراه، كتاب اسمه How Children Succeed: Grit, Curiosity and the Hidden Power of Character. الكتاب ده كتاب ممتاز جدا جدا، انصح اي زول مهتم بالتربيه وكده انه يعني يقراه. هو تقريبا موجود ب 116 ريال، 30 دولار تقريبا. بالنسبه للناس اللي ما عندهم امكانيه يشتروه اوكي ما في مشكله، لانه هو متوفر بشكل كتاب صوتي على اليوتيوب، فممكن الناس برضو أنا كنت بشغله في العربية لما أكون ماشي مشوار بعيد، فممكن الناس برضو تشوفه موجود في اليوتيوب تسمعه ك The How Children Succeed Audio Book The Hidden Power of Character. الكتاب ده مهم جدا و very insightful، يعني بيوري المشاكل المترتبة على العنف الأسري، المترتبة على violence and abuse إلى آخره. وممكن الناس ساجدة الحمد لله جات رأيها تاني. ساجدة أيوة سامعني الحمد لله على السلامة. أوكي تمام معلش بعتذر شكله الكونكشن. ممكن تعمل شير تاني للسكرين في الحتة اللي كنت واقفة فيها البرزنتيشن. أوكي تمام. أوكي كده واضح كله تمام؟ تمام واضح. اوكي طيب اخر حاجه كنت اتكلم عنها اللي هي اليونج ليدرشيب، انه فعلا لاحظت الفرق من المدارس اللي انا مشيتها وكان المدراء فيها شباب، من انه هم يكونوا من العمر الكبير جدا. المدارس اللي انا مشيتها والمدير بتاعها بيكون شاب او شابه، يعني في واحده من المدارس كانت المديره اخصائيه نفسيه هي ذاتها، فبلقى انه هي عندها ضوابط اول شيء وقوانين للمعلمين، مانعه موضوع الضرب ده تماما، بتلقى انه عندهم نوليدج او هم يعني رافضين حكايه العنف والاساليب الخاطئه دي، على عكس المدارس اللي بيكون فيها المدراء من يعني العمر الاكبر شويه، مع كل الاحترام والتقدير لهم، لكن بتحس انه هم لسه عندهم الثقافه تحت الضرب، انه الاحترام ما بيجي الا بالعنف، فهم بالنسبه لهم انه دي الحاجه العادي، يعني دي مش عشان هم دايرين يضروا، ولكن عشان دي الثقافه اللي عندنا، دي الحاجه العاديه. فافتكر انه يعني احنا كحكومه بعد ده مفروض فعلا نستثمر في القيادات الشابه، في انه المدارس الليله المديرين يكونوا شباب، يكونوا متعلمين من حمله الماجستير والبكالوريوس وغيره. ففعلا انا حسيت في فرق في الحته دي. طيب ما بيمشي معي. نجي نتكلم يعني كيف احنا بنحل من ناحيه مجتمع، من ناحيه parents. زي ما قلنا قبل انه الضرب عندنا ثقافه، this is a cultural norm، فاذا انا محتاجه وعي مجتمعي كبير، يعني احنا كمجتمع مفروض احنا نبتدي نرفض الاساليب التوجيهيه الخاطئه دي. غير كده بالنسبه للاهل محتاجين متابعه لصيقه يعني لاولادهم. الليله انا لو بتي ليها شهر
بتمشي المدرسة منكوشة، ليها شهر ما بتعمل واجباتها، ليها شهر ماشي المدرسة، أظافرنا طويلة، وأنا ما عندي أسباب ولكن نتيجة إهمال مني. فإذا أدق أنا وبنتي الاثنين، يعني مفروض يكون في متابعة جدا ما بين الأهل، لأن أنت كأم وكأب ممكن ولدك يتفادى كثير من العقوبات وكثير من الشكل والتوبيخ لو هو متابع واجباته تمام، محافظ على نظافته الشخصية، متبع كل القوانين والقواعد اللي هو يعني مفروض يتبعها في المدرسة. وأهم حاجة أفتكر إحنا مفروض نعملها كأهل، نربي أولادنا على أنهم يحترموا المعلمين والأساتذة. الجيل ده جدا صعب، زي ما قلت لكم أنا اشتغلت كمعلمة مثلا لفترة، فبتلقى أنه لما أقول لولد يعني أقف لي برا لو سمحت، أنت كنت بتتكلم فأقف لي برا، فهو بكون واقف بعائلك وعادي غازي كوعه، بقول لك انا اطلع ليه يا ولد، ما انا قلت لك اطلع برا عشان احنا نتكلم وانا اوريك انت عملت غلط شنو، فبيقول لك لا انا ما عملت حاجه غلط، او انا الجنبي ده كان بيتكلم برضه فطلعيه معاي. حتى تقول انه الجيل ده جيل الثوره وجيل انه يعني عندهم تحدي، عندهم يعني دايرين يتكلموا، ما زي إحنا زمان يعني ليلة لما المعلم يقول حاجة خلاص الكلام انتهى، المعلم ده قال أعمل وكده. فحنلقى إنه جيل ده شوية عنده تحدي، أنا مهمتي كأم كأب كإحنا كبارنتس كمجتمع إنه فعلا نرجع احترام ومكانة المعلم دي، نرجعها زي ما كانت. بالنسبة للستودنتس، بالنسبة للطلبة، هم ذاتهم عندهم دور في إنه الحاجة دي تقيف. أول حاجة وعيهم بحقوقهم، دي ممكن تكون من أهم الحاجات اللي إحنا ممكن نديها للأطفال دل. يعني كفاية إنه الأسلوب الخاطئ أو المضلل في إنه أنت أي زول أكبر منك أي أنت تحترمه، لكن هو يعرف إنه والله أنت ما في زول مفروض يتكلم معك بالطريقة دي، ما في زول مفروض يضربك بالطريقة دي. لو مشينا اللي ليفل أكبر مثلاً في الثقافة عن التحرش، مفروض يعرف الطفل من مدري إنه ما في زول يلمسك بالطريقة دي. دي حاجات كلها awareness، محتاج وعي من الطالب، وعي من المجتمع نديه للطالب إنه هو يعرف حقوقه. بعد ما يعرف حقوقه يعرف إنه هو يمشي يكلم منه، يعني لازم يكون عندنا reporting mechanisms. الليلة معظم الطلاب اللي أنا كنت بقابلهم بقول لهم لما يعاقبوك في المدرسة هل أنت بتمشي تكلم أهلك في البيت؟ الأغلبية كانوا بيقولوا لي إنه ما بنكلم أهلنا في البيت. طيب ليه ما بتكلموا أهلكم؟ لسببين، يا إما إنه هو عمل حاجة غلط في المدرسة وخايف أهله تاني يدقوه في البيت، أو إنه هو ما داير أهله يجوا يعملوا مشاكل ويجوا يجوطوها مع الأستاذ، لأنه هو عارف إنه مثلاً ليلة أمه ولا أبوه ممكن بتكلم بطريقة disrespectful أو غير محترم على المعلم أو على الأستاذ، وهو عارف إنه أهله ده حييجوا يعملوا مشكلة. أو هم زي ما إحنا قلنا قبل الأطفال ده بيكون عندهم trust issues، فهم إذا ما واثقين إنه هم يكلموا أهلهم إنه والله يا أخي أنا ليلة ضربته، وإنه أصلاً أهلهم حياخذوا لهم بحقهم. تاني حاجة، الأطفال مفروض يتعلموا من بدري إنه هم زي ما عندهم حقوق عندهم مسؤوليات. يعني الليلة بنتي اللي عمرها 4 سنين عارفة إنه المفروض لما تشرب بعد تشرب تخلص من كوبايتها ترجع المطبخ، دي مسؤوليتها هي. فما في حاجة اسمها عمر صغير، أنت كطفل مسؤول إنك أنت تتبع القوانين، مسؤول إنك أنت ما تشخبط في الدرج بتاعك في المدرسة، مسؤول إنك ما تشخبط في الحيط بتاعت المدرسة وما تكسر الدسكات بتاعت المدرسة، مسؤول إنك أنت تحترم الأستاذ، مسؤول إنك تحافظ على كتابك المدرسي. دي كلها حاجات الأطفال من بدري مفروض يتعلموها. بالنسبة للمعلمين زي ما قلنا، نكرر تاني إنه الكونتينوس ترينينج أو التدريب المستمر جدا مهم. في معلمين يمكن هم ذاتهم ما عارفين بحكم إنه إحنا قلنا الضرب والعنف ثقافة، فهم ما بيفكروا إنه اللي بيعملوه ده حاجة غلط. حقيقة هم ما عارفين إنه في عواقب نفسية سلبية بتنتج من أسلوبهم ده. آخر حاجة، هم مفروض يكونوا مسؤولين إنه هم يعني يتبعوا القواعد والقوانين.
احنا كحكومة خلاص عملنا نصين القوانين والقواعد دي، خلاص انت كمعلم وكأستاذ مسؤول، يعني ما في زول حيجي يكون واقف لك قدامك الوقت كله، انت لازم كشخص كفرد تكون مسؤول من انك انت تتبع القوانين والأسس اللي مفروضة عليك من الحكومة. في النهاية لازم نعرف انه لما نجي نتخذ اي اسلوب تأديبي او توجيهي ممكن يكون بطريقة إيجابية أو بطريقة سلبية. الطريقة السلبية اللي هي ذكرت فوق من ضرب، من توبيخ، من إهانة، من تحقير، دي كلها آثار سلبية اللي هي أصلاً متبعة حسة في المدارس، واللي مشكلتها فعلاً إنها هي ما بتعلم شنو السلوكيات الصح. للأسف هي يمكن الحاجة السهلة اللي بيتبعها معظم المعلمين والأساتذة، دي الحاجة السريعة، إني أضربك، إني أشاكلك، دي الحاجة السريعة اللي أنا بتبعها معك. لكن لما نجي للpositive discipline أو التأديب والتوجيه بطريقة إيجابية، حنلقى إنه إحنا دايماً صححنا السلوك الخاطئ، وجهناه، قومناه، والطفل يتعلم من خطأه وما حيكرر الخطأ ده تاني. على عكس النيجاتيف ديسيبلين او التاديب بطريقه سلبيه، حتلقى انه الاطفال دائما بيكرروا نفس الاخطاء، نفس الاخطاء اللي هو دق عليها كم مره، كما ده كان ما هو اتعود اصلا على الضرب، وبقى له حاجه اصلا يعني ممتعه كده، يعني الاستاذ بدق انا بقى لهم موضوع يعني. فدي حاجه لازم ننتبه لها. من الحاجات المهمه انه تو ريكوجنايز المس بيهيفير، انه احنا نعرف شنو أصلاً الحاجات الخاطئة، يعني الأسباب اللي إحنا قلناها قبل بتاعت إنه ما عمل الواجب، ما جلد الكتاب، هل فعلاً دي الأسباب اللي بتستحق العقاب ولا لا؟ يعني أفتكر المعلمين مفروض يكون عندهم لائحة واضحة لإنه شنو السلوكيات اللي فعلاً بتستوجب عقاب، شنو الحاجات الخاطئة اللي فعلاً بتستاهل إنه الطفل ده يتعرض لنوع من العقاب. في واحدة من المدارس المشيتة في ولد من الصف السابع أفتكر أو الثامن، فأنا كنت في مكتب الأستاذات وجاءت الأستاذة وبتشاكله، وكمان جايب لك ريحة في المدرسة وإنت ولد، وأحرجته كده قدام الأستاذات، حسيت إنه هو تحرج إذا أنا ولد وجايب معاي ريحة، ويعني كان بتشاكل فيه. فأنا لما طرحت من المكتب كنت سألته، قلت أنت حصل شنو؟ ليه يعني الأستاذة دي شاكلتك كده؟ فقام قال لي في واحد من زملائه تقريبا أكل في الفصل وراه، فالأكل عمل ريحة ما ظريفة، فهو طلع الريحة وبخ في يده وريح يعني جنبه، والأستاذة شافته. طبعا أنا بالنسبة لي دي حاجة نهائي ما غلط، يعني أنا بالنسبة لي الود عمل حاجة كويسة، الود الليلة داري يريح لك الفصل ويكون بريحة كويسة، فما فهمت ليه الأستاذة يعني شافت إنه دي حاجة خطأ، وحاجة يعني هي شاكلته بطريقة فعلا أوفر، بطريقة شديدة قدام باقي الأستاذات، إنه هو كيف جايب معه حاجة زي دي في المدرسة. فبالجد إحنا يعني كمعلمين كمعلمات محتاجين لوائح عديل، إنه شنو ألل السلوكيات اللي فعلا هي سيئة، هي محتاجة تحسين، محتاجة توجيه، اللي إحنا مفروض نعمل يعني ندي فيها عقاب. غير كده عشان إحنا فعلا يعني ندي أولادنا السلوكيات القويمة والصحيحة والسلوكيات الحميدة، لازم يعرفوا أنه أنت بتعمل سلوكيات غلط، ما عشان أنت في نفسك إنسان كعب، ما عشان أنت في نفسك إنسان كعب، لكن إحنا مرات بنخطئ، كلنا إحنا بنخطئ. ففي هنا بنتكلم عن سلوكيات، عشان كده دائما أنا بحب أستخدم كلمة behavior، يعني behavior هو الكعب، السلوك هو الخطأ، لكن ما أنت الخطأ. لازم يفهم إنه في فرق بين عقاب وعواقب، إنه هو لما يعمل حاجات مرات خاطئة بيكون في consequences، بيكون في عواقب، لكن ما عشان أنت إنسان خطأ، ولكن عشان دي سنة الحياة. لازم يفهم إنه هو أي فعل بيعمله عنده ردة فعل، ولكن الحاجة دي ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية. أنت الليلة لما تتصرف بتصرفات كويسة وإيجابية حيكون عندك positive consequences، حيكون عندك عواقب إيجابية، ولكن لما تعمل مرات سلوكيات خاطئة عشان أنت تتعلم حيكون فيه عواقب سلبية، ولكن هي
هي عواقب ناتجة للسلوك، مش إنه عقاب عشان أنت في نفسك إنسان كعب، عشان أنت في نفسك ما بتفهم أو أنت بليد أو أنت غيره. لا، عشان إحنا كلنا بشر بنخطئ مرات. آخر حاجة دي يمكن اقتراحات لبعض الوسائل البديلة المتبعة في بعض المدارس، سواء كانت أجنبية هنا في السودان أو يعني أنا قريت عنها، اللي هي بنقول على Alternatives to Corporal Punishment ATCP، أو هي بدائل للعقوبات الجسدية. المهم جدا يعني دي أنا ذاكرها، إذا في معلم أو معلمة بيحضر معانا، إذا في مدير ممكن حاجات يستخدمها في مدرسته. من المهم جدا أنه يكون عندك قوانين clear rules and regulations، وياريت لو تكون مكتوبة في أي فصل، وياريت لو تتذكر كل ما أستاذ أو معلم يخش الفصل يذكر الطلبة بالقوانين دي. يعني كل ما أنت تخش الفصل تذكره، أنت ما مفروض تتكلم مع اللي جنبك، أنت لو دايت تتكلم تستأذن عشان أنت تتكلم، وغيره من القوانين. مهم جدا جدا أنه نذكر الطلاب بالقوانين دي، بدل ما احنا نشاكلهم بعد ما هم يقعوا في الخطا. يعني بعد ما الطفل يتكلم انت بتطلعه وبتدقه وبتقول انت كنت بتتكلم مع زميلك، مع انه هو ما كان متذكر او عارف انه هو مفروض في اللحظه دي ما يتذكر. مثلا لو المدرسه عندها لوائح للمظهر لحلاقه الشعر دي، بسمع كثير انه الاولاد مثلا الاستاذ حلق له ودقاه عشان هو جاي بحلاقه كده ما ظريفه يعني، او حلاقه شبابيه. فبتلقى بسأل دائما هل المدير ده عامل لائحة، عامل يعني قوانين للمظهر؟ فإذا المدير اللي عامل قوانين وتكون واضحة وكل الناس عارفينها، إذا أنا مسؤوليتي كأم وكأب ما أرسل ولدي بأي حاجة مخالفة لقوانين المدرسة. لكن إذا أنت الليلة ما قلت لي قوانين، أنا أعرف من وين إنه أنا ما مفروض أجي بحلاقة زي دي مثلا، فأنت لازم تكون واضح، لازم يكون عندك قوانين وقواعد واضحة. عندنا حكاية الستارتر دي جدا بتنفع للأعمار الصغيرة، بيحبوا التحفيز وبيحبوا دائما إنه يعني يشجعوهم ويشكروهم. العمر الصغير ده بيحبوا يشكروه. فمثلا أعمار الصغيرة صفوف الفصل الأول والثاني، لو عندك ورقة كبيرة فيها أسامي الأولاد في الفصل، وكل ما الطفل يعمل سلوك كويس بترسم له ستار، وبنهاية أسبوعين مثلا أو 3 أسابيع بتشوف اللي عنده أكثر عدد من النجوم ده بيكون عنده هدية، أو إنك تشكره في الطابور. التشجيع والتحفيز الإيجابي ده على فكرة عنده تأثير قوي جدا على الأطفال، وبيكونوا بالعكس بيتسابقوا إنه هم دايرين يعملوا الحاجات الكويسة. البنالتي بوكس ده بينفع للأعمار الكبيرة، إنه في بداية السنة من العمر مثلا الصف الخامس الرابع السادس، في بداية السنة الأستاذ لما يجي يوري القوانين والقواعد بتاعته يقول للطلبة اللي حيكسر واحد من القوانين دي أو اللي حيخالف واحد من القوانين دي كل زول يكتب لي عقاب وحنخطه في الصندوق ده، واللي حيخالف القانون حيسحب ورقة من الصندوق ده وحيعمل العقوبة اللي هي فيها. المهم جدا هنا إنك أنت عملت شنو؟ إنك أشركت الطلاب في اتخاذ قرار العقاب، حتلقى إنه الطلاب دل بيمتثلوا أكتر للعقاب وحيعملوه بكل إيجابية، وحيكونوا متحمسين إنه هم يعملوا العقاب لأنه هم بنفسهم اختاروا العقاب. غير كده المسؤوليات، إحنا ليه ما ناخد فرصة إنه الطفل ده أخطأ أو عمل حاجة خطأ ونعملها فرصة لأنه هو يتعلم حاجة مفيدة، إنه يتحمل مسؤولية. دي برضو للأعمار الكبيرة بتنفع، أنت الليلة عملت خطأ عليك إنك تجمع الكراسات لمدة شهر مثلا، عليك إنك تمسح السبورة قبل وبعد الحصة لمدة 3 أسابيع، أو الأجمل من كده إنك مثلا تمسكه واحد من الطلبة في الصفوف الصغيرة مثلا في الصف الخامس أو الرابع، تقول له أنت حتكون مسؤول منه، ساعده إنه يعمل الواجب أو أشرح له الحاجة الفلانية. ليه ما أنا أديهم مسؤوليات، أديهم responsibilities، وأستفيد من من الخطأ اللي هم عملوهم في إني أنا أعلمهم حاجة تانية، أعلمهم مسؤولية، بتكون فرصة للتعلم يعني. وبرضه إنك ممكن تديهم واجب زيادة أو كتابة زيادة منها يحسن خطه، يتعلم كلمة كلمتين زيادة،
missing a break دي حاجة كثيرة مستخدمة لقيتها في المدارس الخاصة، وفي واحدة من المدرسات كانت بتقول لي يعني كونك انك انت تقول لطالب ما تطلع الفسحة دي بتقطع قلبه، لانه الفسحة دي الحاجة الوحيدة اللي هم بيطلعوا بيلعبوا مع اصحابهم، فيعني البريك بالنسبة لهم دي حاجة جدا ممتعة. فالليلة الولد اللي مثلا يومين بيقول لي انت ما حتطلع الفسحة حتقعد في الفصل، يعني دي بجد بيتأدب، تاني ما بيعمل الخطأ ده. فأفتكر إنه في بدائل كثيرة، لكن الأساتذة والمعلمين بالذات في المدارس الحكومية يمكن بيستصعبوا إنهم يستخدموا الأساليب دي لأنها بتاخد زمن أطول أو محتاجة يعني حوار أكثر. ففي النهاية بقول إنه يعني الخير يخص والشر يعم. في كثير من المعلمين الجديدين بالاحترام وبالتقدير وفعلاً عارفين إنه الأساليب دي خاطئة وهم في نفسهم ما بيستخدموها، لكن حنلقى إنه في قلة فعلاً هم بيستخدموا الأساليب العنيفة والوحشية دي. جزء منهم ما عارف الآثار السلبية، جزء منهم عارف لكن ما عنده بديل يستخدمه، فحنلقى يعني كل الأنواع من المعلمين. تكرر شكراً جزيلاً شايفة دكتورة إيثار جاد. نعم أنا كده كل اللي عندي. شكرا جزيلا، شكرا ساجدة، يعني ده واحد من أهم وأمتع السيمينارات الواحد اللي حضر في مجلس الباحثين السودانيين، فشكرا لك كثير جدا الله. جدا، ونحن هنتابع أسمع إيثار. أيوة دكتور إيثار. نعم هاي هي لما كانت غيبتي شوية بسبب الكونكشن تكلمت، كان قدمناها على أساس إنها تتكلم، لكن فرصة لي تجي تراجع. دكتور إيثار مرحب بيكي، سعيدين جدا نسمع منك الانبوت قبل ما نبدا باب الاسئله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ كيف انتم؟ شكرا اول حاجه طبعا جدا ساجده، وشكرا للمجموعه بتاعتكم سودانيين ريسيرش، بالجد الفكره بتاعت المجموعه رائعه شديد، وساجد البحث ما شاء الله حلو جديد و ريتش غني فيه تجارب كثيره، واحلى حاجه فيه انه انت عاملاه من حيث انه انت اوريدي شغاله فيها، فبتكوني عارفه تفاصيل اكثر من انه لو كان زول بس جاي من برا وعمل البحث. شكرا للاستضافه مره ثانيه. طيب انا يعني ما حتكلم كثير، ممكن بس اعمل شويه تعليقات. يعني أنا لو جيت للأساتذة لما هم مثلاً بيعاقبوا بالضرب أو مثلاً بينبذوا الأطفال أو بيحرجوا الطفل قدام الباقين، يعني بس حاسأل الأستاذة هل أنت فعلاً بتفتكر الأسلوب اللي أنت عملته ده حيربي الطفل ولا حيخوفه؟ هل أنت عايز شنو؟ أنت كمعلم عايز تخوف ولا عايز تربي؟ إذا عايز تخوف تمام أنت ماشي كويس، إذا عايز تربي لا أسلوبك ما حيربي الطفل. هل أنت حتمارس الضغوط دي على الطفل لأنه أنت مضغوط ولا لأنه فعلاً حتفيد الطفل؟ إذا كان لأنه أنت مضغوط فبرضه دي ما مشكلة الطفل، وحتكلم شوية عليها بعدين. ممكن أنت ما عارف تضبط الفصل كيف، ما عارف خيارات ثانية. طيب هل الضرب أو الوسائل بتاعت العنف عموماً الذكريات الساجدة هل حتغير سلوك الطفل؟ هل فعلا دي وسيله بتاع تعديل سلوك؟ يعني نحن عندنا في علم النفس وفي تعديل السلوك في وسائل كثيره، هل الضرب والعنف ده وسيله بتاع تعديل سلوك بطلاق الفصل بالطريقه دي؟ هل بتخلي الطفل حقك يكون اشطر بيحفظ أحسن؟ دي كل أسئلة أنا مفروض أسألها نفسي فصل وبضربه ممكن يكون مشكلة حاجة تانية فهو ما حيواصل. طيب هل أنت بالطريقة دي بتبني شخصية الطفل، والطفل ده هو الأم اللي إحنا هنعتمد عليها بعدين، هل أنت بتبني في شخصية طفلنا ده، ولا هل أنت بتساعد الحمد لله إن إحنا ندمر الأمة وندمر الشعب السوداني؟ أسأل نفسك السؤال وإنت اللي حتلقى عليه الرد. طيب هل العنف بيأثر نفسيا في الأطفال؟ أنا هتكلم من ناحية نفسية، أكيد بيأثر العنف، بيأثر في أي زول، ما بيأثر بس في الطفل.
يعني واحدة من وسائل التعذيب ممكن تكون التعذيب بالعنف الجسدي، التعذيب بالعنف النفسي، فكيف أنا أقدر أسمي ده وسيلة تربوية؟ مستحيل أقدر أسمي وسيلة تربوية. الكونكشن شوية بيجيب من عندك يا إيثار. إيثار معنا؟ إيثار؟ إيثار؟ الكونكشن شكله من إيثار شويه بيجيب فيها ساجده. طبعا قبل لما تكلمت على قصه العنف وكذا قلبت علينا مواجع بطاله خلاص. انا بتذكر في سنه 92 في مدرسه الثانويه اسمها شنو المتوسطه، طبعا انت لما تقول احنا زمان وبتاع احنا اخر ناس تقريبا قرينا متوسطه. ففي سنه 92 دي عملت لي غلطه، كان الفصل بتاعنا جايط في مدرسه بورسعيد الاهليه، وفي اسمها شنو دي ورقه المهرجلين فمكتوب فيها بعدين الالفا مهمته انه انور مثلا يتكلم بيقوم بيعمل عليه ستار، الستار سلكوتي هذه شافي ستار جات راجعه. المهم فكان عندي ستارز كده وبالرتبه العسكريه، يعني كنت عامل لواء شاغل جدا. فجاء الاستاذ عشان نعمل ديسيبلري في الكلاس، فطلب الورقه بتاعت المهرجلين. المهم قمت دسيت انا، قام قال ورقه المهرجلين وين؟ كلنا عملنا نايمين. تفتيش طيب، هو عنده كان شاكي فيني لكن عمل فيها انه ظريف تفتيش. لما لقوا الورقه بتاعت المهرجلين معي جابوا اربعه منه، شفت الترابيزه دي؟ اربعه من الناس الكبار ديك مسكوني اتدقيت لحد ما دخته. لا حول الله. اي فانا اربعه منه ثاني ساقوني ودوني البيت. يلا بنجي للحته الثانيه بتاعت انه ما كلمت اهلي لانه كان حيطبقوا لي الحنه، دقيت في المدرسه باجي كمان اتدق في البيت فبتعمل لي نايم. ففعلا عندها امبليكيشنز يعني لحد حس الحاجه دي حاصله وانت عايل لحد حس متذكره. لا كيف بتنسي دي؟ اثر نفسي دي ما فيها اثر ثاني يعني بقت عندنا مشكله في المستقبل الواحد في حياته وهو بقى يعني بيرنت وكده وبتاع، اثرت كبير جدا علينا يعني. وانا ما بفتكر انها حاجه كعب الزول يتكلم عن حاجه اثرت عليه، خصوصا لو كنت داير الناس الثانيين بتاثر عليهم. اثرت علينا في مسائل بتاعت تروست، اثرت علينا في مسائل بتاعت ريليشن شيب مانجمنت. ما بنقدر يعني في حاجات كثيرة الحمد لله الواحد أدرك وبيحاول يعالج فيها. يعني الكتاب اللي قبل أنا ذكرته، الكتاب بتاع How Children Succeed، ده من الكتب الانسايتفول جدا. يعني أنا ما أدر الآثار تجي لأولادي، عشان كده بقرأ وبحاول أفهم وأعرف الكلام ده. يعني معلش أي إيثار، أنت كان الكونكشن بتاعي قطع وجيت راجع حبابك، تفضلي واصلي. هلا طيب قلنا إنه الطفل حيكره المادة بتاعتك. الأطفال حيخافوا من فكرة التعليم ذاته. بالنسبة لهم التعليم مخيفة، لين إحنا ما عندنا ناس باحثين كتار، لين التعليم في بلدنا ما بالقوة البرة، ممكن يكون ببساطة لأنه الأساتذة بتروح ببساطة شديد. ممكن يكون ده واحد من الأسباب إنه في النهاية نحن بنكره التعليم لأنه مربوط لنا نفسياً بحاجة مخيفة. كم زول بيجي مر بالروضة حقتهم الزمان قلبه بيبدأ بيضرب، يعني معقول أنا هرجع أتعلم؟ فعشان كده بنجي نلقى كمية من الناس بيقولوا أنا أول ما تخرج مجلة ذاته كانت محقة. بيقولوا كمية ناس المعلومة دي بيقولوا عليه، لأنه أصلاً المعلم ربط عندنا التعليم إنه حاجة مخيفة شديد، التعليم حاجة متعبة، التعليم حاجة نفسياً مرهقة. كمية من الأطفال بتجيهم الفوبيا في المدارس، كمية من الأطفال بتجيهم ما بيحبوا المدرسة، بيبقوا ما عايزين يمشوا التعليم، بيبتدوا يظهر لهم مشاكل جسدية بسبب المدارس. ده كله بسبب إنه المعلم عنيف. طبعاً أنا ما بتكلم عن كل المعلمين، بس بتكلم عن المعلم اللي بيستخدم العنف.
الشخصية اللي بتتعرض للعنف ده أو الطفل بيبقى شخصية غير مبادرة، وبنلاحظها في ناس كثيرة شديد حسي بيكون ما عندنا روح المبادرة، لأنه زي ما قلت يا ساجدة رفعت يدي شاكلوني أنا مالي راوعي يدي، يعني جايب المشاكل لنفسي. فروح المبادرة بتتكتل عندنا في الطفل، روح المشاركة إني أقوم وأشارك الناس بفكرتي وبرأيي ببساطة. ممكن الأستاذ يقول لي ده شنو غباء اللي بتقول فيه، فأنا ما في داعي أحتفظ برأيي لنفسي، وممكن تكون حاجة مفيدة جدا. يعني شوفوا حسي عندنا إحنا الكوفيد 19 كمية من الناس من البلدان اللي بقت فاهمة بيقوا بده ناس حسي جوائز لو أديتون أفكار كيف إحنا نحارب الكوفيد 19 في السودان. ما في ليه ما عندنا إحنا فكرة بتاعت نقوم تعال طلع ورينا أفكارك، ممكن فكرة بسيطة شديد تكون حاجة رهيبة شديد. نحن ما عندنا الحاجة دي، بتقتل الإبداع. العنف في المدارس بيقتل الإبداع. ممكن يكون عندنا طفل موهوب شديد بس بدرجة لسبب إنه هو بتعاقب دائما فبتقتلين الإبداع في الطفل، فشوفوا قدر شنو المجتمع حقنا خسران حاجات مهمة شديد. دائما زي ما قلت يا سيدود بيكون الزول عنده إحساس الدنيا وسايتة سوري أنا بقول لك سجود دائما مهمين زمان دائما بقول لك كده إحساس الدونية وده إحساس ما حلو، عشان كده بيكون عندنا كمية من العقد في المجتمع إنه أي زول حيعمل لك الحاجة دي ممكن يكون ما سوداني ممكن يكون أحسن منك، في حين إنه أنت ممكن تكون أحسن منه بمليون مرة. لكن احنا عندنا الاحساس بتاع الدونية زمان ما كانوا بشكلوني بينبسوني وبربوني في المدرسة، معناه انا بجد ما بفهم زي الزوال دي. طيب اوكي عشان قلت انا ما حمسك وقت طويل، لو فكرت عايز اقول للأساتذة حاجة انه مثلا قبل ما تعاقب هعمل شنو، انا قبل ما اعاقب هعمل شنو. اول حاجة في اي حتة حتى في الاسلام حتى في الحديث بتاع الصلاة القبيل قالوه قالته سايدة، أول حاجة أنت مطلوب منك تبني علاقة بتاعت حب، علاقة صافية بينك وبين الطلبة بتاعينك. ما تجي دخل الفصل أول حاجة بصوتك عشان توريهم، وأنا لو ما كتلت لما كريسة حكتلوا علي، وأنا لو ما خوفتهم إنه ده ما بينفع. أنت عايز تعمل عقاب وأسلوب بتاع عقاب أوكي إتس أوكي ما في مشكلة، بس أعرف أبني العلاقة بتاعت الحب الأولى. ليه؟ لأنه إحنا بنقول إنه في حاجة اسمها الرصيد العاطفي. ليه الأهل الأم والأبو كل ما يعاقبوا أطفالهم استيل الحب يكون قاعد؟ لأن الرصيد العاطفي حقهم عالي، لكن للأسف أنت كمعلم رصيدك العاطفي لسه ما عالي، لسه ذكرياتهم العاطفية حقتهم معك ما حلوة ما كثيرة، فأنت محتاج تزيد ترفع الحاجة دي شديد عشان لما تعاقب هي حتنزل، تعاقب تنزل تاني حتطلع. فدي الفكرة بتاعت الرصيد العاطفي. الحاجة الثانية حتعمل قوانين مع الفصل حقك. تعال داخل فصلك فيه 50، فصلك فيه 80، فصلك فيه 10 ما بيترك، اعملوا قوانينكم بتاعت الفصل. قبل مساجدة بتقول ممكن تجي لوائح من الوزارة مثلا، ممكن تجي لوائح، فكرة ممتازة بس مسك الأستاذ لنفسه. أفضل حاجة أعمل اللوائح دي، أعمل القانون بينك وبين الطلبة لسبب واحد، لأنه هم بعد حيحسوا أنه أنا ملتزم. ليه؟ لأنه أنا ما أجبرت، أنا ما جابوا لي لواحد وقالوا لي والله لو عملت كده حتضرب ولو عملت كده حتتعاقب. نو، أنا اللي شاركت، أنا اللي بادرت، وأنا اللي قلت والله يا أستاذ أنا ملتزم، لو ما عملت الواجب حقي أنا ملتزم أعيد لك الواجب 10 مرات. خلاص بيبقى في الروح بتاع المسؤولية، وأنا مسؤول من القوانين المخطوطة دي. القوانين بنخد فيها شنو؟ بنخد أول حاجة السلوك بتاع الطفل المتوقع في الفصل، السلوك حقه كطالب وكإنسان في نفس الوقت. بنخد التحفيز والعقاب، ما كل حاجة عقاب. الأسلوب بتاع التحفيز في المدارس أفضل بكثير من أسلوب العقاب. ليه؟ ببساطة لأنه الرصيد العاطفي للمعلم ما عالي كفاية إنه هو يستعمل العقاب. طيب أسلوب التحفيز كان في فيلم بس أنا ما مذكرة اسمه، لكن مثلا ممكن أقول الفكرة بتاعت الأستاذة جات داخلها هي بتدرس الطلبة إنجليزي، بعدين كل الطلبة كانوا مستواهم ضعيف شديد، فهي عملت شنو؟ أول ما جات داخل الفصل قالت لهم كل الطلبة عندكم A star، كلكم مقفلين المادة ولا امتحان ولا حاجة، حاول حافظ على A star حقتك دي. ف
فهم كانوا متحفزين انه انا عايزه انا الدوليله مجانا ما تعبتها سو انا عايزه احافظ. فهي عملت نفس الشيء نهاية ما بدوا بيدوا يقروا ويعملوا الهوم وركس حقتهم شنو نهاية وصلت لنفس النتيجه انهم يتعلموا الحاجه اللي هي عايزاها. فسو اسلوب التحفيز احسن. احنا عندنا اسلوب التحفيز في السودان شويه ضعيف. ليه؟ لانه التحفيز للطالب الشاطر بس، الشهادات الاكاديميه للطالب الشاطر بس، التكريم في الطابور للطالب الشاطر بس، الأولياء الأمور اللي بنادوهم وبيعملوا لهم قومة وقاعدة للطالب الشاطر وبس. لا، أنا شغالة في المدرسة برضو مدة طويلة، اشتغلت في المدارس البريطانية الحمد لله. دائما بقول إنه الإدارة بتاعتنا كانت ما شاء الله، يعني أنا بفتكر نفسي يعني أكثر زول مخصوصة في الدنيا إن أنا اشتغلت مع الإدارة دي. نحن عندنا شهادة الطالب الأونس الصادق، شهادة الطالب الشجاع، شهادة الطالب المنظم، شهادة الطالب اللي بيساعد زول ثاني. عندنا شهادة بدوها لهم بدون ما الطالب يعرف، يعني لو الأستاذ مرة ولقى طالب بيساعد في طالب ما طوالي بوروه إنه أنا كنت مبسوط لأنه أنت عملت كده، دي حاجة كويسة. في المتقدمين أكاديميا عندهم في شهادات للناس اللي اتحسنوا أكاديميا، ما إلا تكون وصلت في الناينتي انت تحسنت، واو انت كنت بتجيب 40 حسي جبت 60، واو هتاخد الشهاده دي. سو في كميه من الشهادات انت والناس دي كلها بتجي في طابور، في الشهادات الرياضيه وفي يعني في كميه من الحاجات كل الناس دي بتجي في طابور وكل الناس دي بتتكرم عليها. فما بس اكاديميا، ودي مشكله التحفيز عندنا هنا افتكر في السودان انه التحفيز بس اكاديمي، ودي دي الحاجه الغلط. هقول للاستاذ يتعلم اساليب التدريس. هل انت عارف اساليب التدريس؟ هل انت عارف بتدرس الاطفال ده كيف؟ ولا انت حتى داخل الفصل وعلى حسب ما قالوا لك انه دي الماده بتاعتك وخلاص؟ انه انت عارف انه عندك طالب سمعي، عندك طالب نظري، عندك طالب حسي لازم يهبش، عارف انك عندك طالب شوي اذكى من الثانيين فحتحتاج توفر له اكتيفيتيز اكثر، ما عندك طريقه توفر له اكتيفيتيز على الاقل ممكن تبقيه المساعد حقك. طيب في الفصل مثلا أشغله بحاجة، هل أنت عارف الحاجة دي؟ هل أنت عارف إن في حاجة اسمها إدارة فن إدارة الفصل؟ لازم تتعلم إنك تدير الفصل حقك كيف؟ 200 هتحفزهم، 200 هتعاقب، 200 بتعلي صوتك، في كمية من الحاجات أنت ممكن تعملها كأستاذ. أنت كمعلم محتاج تتعلم إدارة ضبط النفس، ما أنت إنسان في الآخر. وحيجي وقت حتكون زعلان، حيجي وقت حتكون مضغوط، وحيجي يعني كل الناس في كل الشغل في العالم بيحصل لهم الحاجة دي، بس للأسف أنت كمعلم بتتعامل لنا مع أكثر فئة حساسة. يعني تخيل دكتور بتاع العناية المكثفة فجأة إنه هو زهجان شديد فقرر الليلة ما حيدي المرضى الأدوية بتاعته، خلاص عاقبهم بكده. This is exactly them للأستاذ. لما انت تدمر لي شخصيه هو نفسه لما تقتل لي فجاه روح هنا. يعني انتو ما فيش في وظائف ما فيها هزار، فانت لازم تتعلم ضبط النفس والانفعالات حقتك. اوكي، حاجه مهمه شديد لازم تتعلمها انت كاستاذ. اللحظه اللي بتجي داخل المدرسه حتنسى حاجات البيت وحاجات همومك وحياتك، لانه الطالب ما عنده ذنب فيها، ما عنده دخل فيها. same thing لما تطلع من المدرسة، ناس بيتكم ما عندهم دخل بين 21 ولا 80 طالب في الفصل بمشاكلهم ما عندهم دخل. انت لو تعلمت كمعلم تفصل لحظة دخلتي المدرسة وطلعتي من المدرسة، تأكد ان انت حتكون مرتاح شديد، ما تلخبط الكمان. طيب انا بس باقي لي نقطتين حتكلم فيهم بعد اذنكم. عندنا تمام، احنا عندنا كانت كلمت ساجدة دكتورة ساجدة عن التدريب بتاع معلش ورقتي وقعت بس اجيبها. فتح الرحمن ممكن لو سمحت تديني ورقه؟ شكرا. طيب احنا عندنا في التدريب صح انه انا المؤسسه بتاعت مركز امنه لتدريب الاسره والطفل، بس قبل مركز امنه احنا عندنا مركز برضو عاملينه شراكة مجموعة من الناس على رأسنا أستاذ مستر معتصم زروب. المركز اسمه Teacher Development Center. المركز مختص فقط بتدريب المعلمين، بياخدوا تدريب مدته أقل حاجة 120 ساعة في حاجات مختلفة، بياخدوا فيه في Classroom Management، بياخدوا حصص عديد إنه كيف أنت تقدر تعمل Classroom Management،
كيف تقدر كيف تفهم child psychology؟ ليه مهم تعرف نفسية الطفل؟ لأنه للأسف الشديد مرات نحن بنعاقب الطفل في حاجة طبيعية متوقعة إنه يعملها في العمر ده. الطفل في الأعمار الصغيرة من 5 يعني لحد 5-6 سنين الخيال حقه واسع شديد، ففي معلمين ممكن يفسروه إنه كذب ويبقى بيعاقب على حاجة أصلاً طبيعية في النمو حقه. على كل شيء يعني في سلوكيات كثيرة ممكن ما حطلع عليها حسي، لكن مهم تعرف التطور النفسي والسلوكي والعقلي والعاطفي والاجتماعي ده كله تابع للchild psychology بتاع طفلك، لأنه ده هو حيخليك تعرف إنه متين أنا بحفز متين بعاقب، أنا حدرسهم بطريقة. وبرضو المركز بيتكلم لهم عن learning styles، إنه في ناس سمعين في ناس بصريين، بياخذوا شوية عن special education وبياخذوا عن soft skills. آخر حاجة هتكلم فيها، أخذنا أمثلة كثيرة عن إنه كيف نقدر نعمل عقاب للأطفال، بس التحفيز في المدارس أهم من العقاب. في 3 نقاط أنا حقول للأساتذة لو سمحت ما تعاقبوا بهم، لما نبطل الضرب ولما نبطل كل الإهانات، بس في 3 حاجات برضو ما حينفع نحن نعاقب بها. الحاجة الأولى، ما بنقدر نمنع الطلبة من حصة الرياضة كعقاب، لأنه حصة الرياضة حتفيدك أنت كمعلم أكثر منه. عندك كم طفل حيكون هايبر أكتف في الفصل، عندك كم طفل الرياضة دي حتطلع النيجاتيف انرجي جواهم، سو ما تعاقبوهم بينكم تمنعوهم من حصة الرياضة، لا، ما تعاقبوهم من حصة الرسم والموسيقى والحصص الحلوة دي، لأن هي بتدخل لهم الطاقة الإيجابية في الطفل، هي بتخليه مبسوط، فهو حيمشي مبسوط، حيرجع لك الفصل مبسوط. ممكن درجة البسطة تكون أقل بين طفل لطفل، لكن تخيل نفسك حارم طفل من حصة الموسيقى والرسم والرياضة وكله وخاتيه في الحصص الصعبة، يعني الزول ده هيكون مدعوك شديد. سو نو، ما تعاقبوهم بالحصص دي. وأخيرا هقول ما تعاقبوا الطالب قبل، معلش يا ساجدة خطيتوها، أنا بس ما متأكدة هي كانت تبع recommendations ولا اقتراحات، لكن ما بنعاقب الطفل من فسحة الفطور لأنه ده حق من حقوق الطفل. يعني فسحة الفطور ما رفاهية، فسحة الفطور ما يا سلام المدرسة ظريفة وتتلم، نو، ده حق من حقوق الطفل، من حق الطفل إنه يأكل، من حق الطفل يطلع برا ويتحرك ويعمل بريك لمخه بين حصة لحصة. فأنت كمعلم من الأفضل لك ما تمنع الطفل من فسحة الفطور. دي بكون كده آخر حاجة عايزة أقولها. شكرا جزيلا يا دكتورة إيثار، أنا مبسوطة شديد إنه أنت الليلة قدرتي تشاركينا اليوم، فبالجد شاكرة لك كثير. أنا مبسوطة بجد لك، شكرا شديد، وفعلك على الخير دائما. أنا بقول بس أنا لسه مع دكتورة، أنا كلمتي أستاذة إيثار بالنسبة لي دكتورة، خلاص الموضوع ده يعني الألقاب يا شباب طبعا يعني ما بتعمل حاجة كثيرة، وبهمنا احنا دائما بنقول في الشباب في مجموعه الباحثين السودانيين، احنا ما بهمنا والله تخريج هارفارد ولا ام اي تي ولا اوكسفورد ولا كامبريدج وير ايفر، ما بهمنا انت والله عندك كم شهاده، عندك 3 دكتوراه، 2، في ناس بالمناسبه عندهم 2 دكتوراه موجودين معنا في الباحثين السودانيين وكذا. بهمنا شنو حتقدم للناس، ده هو التايتل اللي ممكن تشيله، ده الاحترام اللي ممكن الناس يبذلوا لك تجاهه يعني. فشكرا لكم انتوا الاثنين صراحه، بيوتيفول، كملتوا الحاجات بتاعت بعض. فالكتاب أنا بجي رايع تاني للكتاب، الكتاب ده أخواننا مهم جدا جدا يعني، في حتة أنا ما عارف دائرة لها سيشن براها لقدام. أنا شخصيا يعني اتولدت في أسرة أبوي وأمي منفصلين، أمي الله يرحمها وأبوي منفصلين، بعدين ليتر اتزوجت أنا ذاتي وقمت انفصلت، فكنت داير أفهم هل الحاجة دي تورث يعني، هل أنا بعدين ولدي معمون ده لما يتزوج حينفصل، كنت داير افهم الحته دي. فمشيت للكتاب ده، الكتاب ده اخواننا انا اي كان نوت يعني ستريس هاو امبورتنت ات از انه اي زول يقراه، الكتاب ده مهم جدا جدا انه يقراه كل زول. اخواننا الناس اللي بيسمعوا في الويبينار ده شوفوا الكتاب ده، اسمه هاو تشيلدرن سكسيد جريت كيوريوزيتي اند ذا هيدن باور اوف كاركتر. الكتاب ده موجود، ممكن الناس يشتريه والناس اللي يشتروا، لكن لو ما عندك طريقه تشتريه ممكن تسمعه كأوديو بوك موجود في اليوتيوب، مدته 8 ساعات، فلو داير تقعد تمخمخ كده وتسمع منه كل يوم 10 دقائق 5 دقائق الحاجة بتضيعك، وموجود أونلاين مجانا.
الكتاب ده فيه فكرة أساسية أنا نفسي أنكم تجون في وقت تاني يا إيثار وكل الناس المختصين في السايكولوجي، القصة تحت الستريس مانجمنت. يعني بيحصل شنو لما أنا ما أعيش مع أبوي وأمي في بيئة يعني زي يقولوا هادية ومستقرة، بيحصل شنو لما أتعرض لعنف، أتعرض لأبيوز إلى آخره. يعني أنا لما تلقى مثلا بتاع الأمن يمسك زول يكفته، العسكري يضرب له زول، الأستاذ يدقك في البيت يدقك، البيحصل شنو داخلك؟ هو بتحصل لك ديفكت في الستريس مانجمنت، ما بتقدر تدير أو تتحكم في أي إجهاد بيجيك، أي نوع بتاع ستريس بيحصل لك في حياتك طوال هيكون يفشل علاقاتك، يفشل تجارتك، يفشل مدرستك، يفشل حاجة زي دي. فالكلام ده مشروح بصورة بيوتيفول يعني، وأنا نفسي إنه الناس كلها تقرأ الكتاب ده. نفسي إن شاء الله نستضيف في ويبينار جاي في الباحثين السودانيين هنا ده القصة بتاعت التربية. يعني طرحنا إنه دايرين الناس تتكلم عن التربية بصورة أكتر، وسالي الشاقي قبل شوية برضو قالت يا إخوانا لازم الناس تركز على موضوع التربية وكده. تمام؟ عندك إنبوت في الموضوع ده إيثار؟ لا بس يا ريت لو خطت لنا صورة الكتاب ثاني جدا، عشان الكتاب مهم جدا جدا جدا. يعني أنا أي زول مربي بعرفه أنا ده يعني زول زوج يا دوب وبسألوا لي استمع بقيت الثلاث بقول لك أسمع الكتاب ده، الكتاب ده مهم جدا جدا تكون عارف عنه. اسمه How Children Succeed Great Curiosity and the Hidden Power of Character. فيه حكاوي رهيبة جدا جدا، يعني صح المعاناة بتولد الإبداع، وإنه فلان كان يتيم ونجح في حياته، وفلان ما عارف كان شنو كان فقير وبقى غني، لكن ده ما النورم، دير الاكسبشنز. انا هنا في السودان بنحب التعليم والتعلم عامه، اي واحد فينا الابو ما قرا دار اولاده يقروا، لكن عندنا مشكله كومون في الكلتشر بتاعتنا، كلنا نقبل الضرب. ليه؟ لانه حتى في الكلتشر بتاعتنا تاريخيا المدرسه التقليديه في السودان هي المسيد، الزول يمشي خلوه يقرا فيها. الشيخ بتاع الخلوه ده في الكلشر بتاعتنا ده هو ذات الزول بنقول له يا اخي هاك ده ولدنا ليك اللحم ولينا العظم، ده الزول اللي بيدق. يعني ناسي ما حاجه مستغربه انه الزول ما يمشي خلوه ويلقى الطلاب مربوطين من رجلينه بيدقوا فيهم وعنفي وكده. ليه؟ لانها مقبوله وهي جايه من التاريخ الطويل. فالكتاب ده مهم جدا جدا، بيوريك الحاجات الكثيره المهمه الناس تعرفها في الموضوع ده. طيب في اسئله، لو في تعليقات كميه، الناس متفاعلين مع الموضوع بصوره كبيره في الفيسبوك. و طيب درس على كده يا ايثار، قلت عندكم مركز بتاع الديفلوبمنت للاساتذه، هل هو فور بروفيت ولا نون بروفيت؟ شوف انا حوريك في الاثنين صراحه. تمام. في جزء للبروفيت ديفينتلي وفي جزء للنون بروفيت، لكن سيرفايزنج الحاجه يعني أنا شوية خلعت فيها، إنه لما نقدم لجهات للحاجة يا هل أنت بروفيت، في كمية من الأساتذة للأسف ما بيجوا، كأنه بحس إنه ده بوردن زيادة عليه. أوكي. أيوة. لكن في جهات تانية ما شاء الله متفاعلة شديد وبنمشي وحلو جدا. يعني أنتوا بتقدموا حاجات مجانا للأساتذة لكن هم ما بيجوا؟ يب، في جزء منه بتتقدم ورش مجانية للأساتذة، بيكون الحضور يا إما ما بيجوا يا إما ضعيف جدا. طيب نحن دايرين انكم تقدموا لنا سيشنز هنا في الباحثين السودانيين، تكون زي ما هنا يعني حاجه تدريب مهني مستمر للاساتذه باسم المركز بتاعكم. طوال ان شاء الله. انا متاكد حسي لو مستر معتصم بيسمع فينا، انا عملت شير لللايف ده، فانا متاكده انه هو اذا بيسمع فينا حسي حيكون بالعكس مبسوط شديد، وممكن يكون كانت هو عنده الفكره حسي قبل احنا ذاتنا نقول انه نحن نعمل لايفز للاساتذه ونبتدي لهم وكده. مرحب بكم جدا في منصه الباحثين السودانيين، لان دي حاجه بتهمنا كلنا. انا من حياتي بقول لكم بروفيسور محمد الليمين التوم اللي هو وزير التعليم الحالي كان هو العميد بتاع كليه جاردن سيتي لما كنت فيها انا رئيس قسم، هو نفسه اللي عينني في الكليه. هو إديوكيتر من أكثر الناس المهتمين بالتعليم وتعليم الرياضيات تحديداً إلى آخره. وبتذكر من الحاجات اللي كان بيقول دائماً، بيقول إنه الأساتذة اللي بيكونوا بيدرسوا الرياضيات مثلاً قد يكونوا إنهم ما كان رغبتهم في إنه يدرسوا الرياضيات، ولكن معظم الأساتذة أنا شفت مدارس كثيرة الأساتذة فيهم ما خريجين تربية، بالتالي ما مؤهلين لإنه يعني يمسكوا المسؤولية بتاعت التربية دي. ممكن يعلموا لكن يربوا
القصة ما واقع عليهم، فبيأخذوهم المدارس على أساس إنه ما دار عين وأساتذة مؤهلين يأخذوا منهم قروش، القروش اللي هم دايرينها. ثاني حاجة الطلاب الخريجين ما عندهم شغل، تلقى زول متميز في ساينس في ماثماتكس يقوم بمشي يدرس إلى آخرين، في مشاكل كثير. لكن بروفيسور حمد المتوم أعتقد إنه عنده رؤية لموضوع التعليم والمعلمين وإلى آخره، وإن شاء الله إن شاء الله يعني ربنا يوفقه فيها وكلنا نتساعد مع بعض. إحنا we are all in this together، كلنا كمجتمع. اللي لو في معلم ما مؤهل دي مشكلة، لو في طالب dropped out من السكول دي مشكلة بالنسبة لنا، فنعاين الموضوع من ناحية كلية. طيب يا ساجدة، في سؤال بيقول لك هل اتصلتوا مع وزارة التعليم بعد البحث بتاعي ده؟ لا، لكن قبل اللايف ده يعني السوبرفايزر بتاعتي كانت بتتكلم معي انه دايرين نعمل policy briefing او يعني نص او لائحة بنتائج البحث انها تتقدم لوزارة التربية، لكن طبعا مع القفلة وكده ما سعينا لحاجة زي دي في الظروف الحالية. يمكن برضو من الكومنتس انا دايرة بس اعلق على بعض الناس اللي يعني انا الاسباب اللي ذكرتها لانه شايف انه في ناس كاتبين انا الاسباب اللي ذكرتها ما مبررة ليه، لانه الاستاذ ضرب او انه هو ده الحاجة الصح، لكن حيكون من غير الحكمة انه احنا ما ناخد بالفاكتورز كلها. يعني في واحدة كانت بلاقي انه اذا هي ما قبضت مرتبة ده ما سبب انها هي تمشي تضرب. ايوه هو ما سبب، انا نهائي ما ببرر في الضرب يعني او كأسلوب، لكن هي فاكتورز عديدة بتشتغل مع بعض كلها بتأدي لانه المعلم يستخدم الاسلوب ده. فيعني كبحث كنتائج بحث كزول انا دايرة اجيب حل مستدام. انا اللي قلتكم ايوه، فانا ما هحل المشكله من جهه واحده، لازم احلها من كل الجوانب عشان انا فعلا اضمن انه المشكله دي ما تجي تاني. فرضا المعلمين من العوامل المهمه، ساتسفاكشن بتاعه مهم جدا لادائهم. يعني انا بتذكر ماشي على الاعتصام، المشاركه في الاعتصام، راكب الطياره من الدوحه لاسطنبول للخرطوم، ففي واحد وصلني قال لي عليك الله الاستاذه دي يعني خلي بالك عليها. المهم بتونس معاها، طلعت استاذه جات عملت انترفيو في الدوحه هنا ده لانها تشتغل معلمه عندها ماجستير وطالبه دكتوره فمن منطقه الجزيره. فقلت لها هل الاساتذه كيف اوضاعهم وكده، يعني اسئله بتاعت انا استاذ في التعليم العالي وهي في التعليم العام. فقالت لي اي جيت عملت انترفيو والحمد لله قبلوني وكده، ومرتب بتاع تقريبا حيدوها 12000 ريال يعني زي 3000 وحاجه دولار. Interestingly المرتب بتاعها في السودان كان 800 جنيه في الوقت ده، واليوم كم شهر ما صرفوا مرتب بالضبط. فأنا قلت لا يعني بس قل لي كيف الكلام ده حيخش في راس زول، يعني حيكون كل الأساس زهجانين إنهم قاعدين في المدرسة ما لحقوا السوق القطري ولا السوق السعودي ولا كده. ففعلا ده ستريس كبير، في فرستريشن، في إحباط شديد يعني من الأساتذة بالذات في الوضع الاقتصادي. هنجي نلقى إنه المدارس الأجنبية هنا الأساتذة بيقبضوا بالدولارات والبيئة جميلة وبتاع، ما عندهم حاجة اسمها ضرب في المدرسة، ما عندهم حاجة اسمها أنا أنبس طالب ولا أوبخه بالطريقة دي، لأنه كلهم مرتاحين نفسيا وحاصلين على تدريبات عديدة في يعني زي ما الدكتورة أستاذة إيثار قالت في الكلاس مانجمنت، في يعني بيئتهم مريحة. فأنت بيئة العمل مهمة جدا، ووضعك الاقتصادي مهم في تعاملك مع الطلاب، يعني دي جزء ما بيتجزأ. في جانب ثاني اللي هو برضو الأسرة بتخد يعني بتودي أولاد المدرسة على أساس إنه والله المدرسة will take care of أي حاجة خلاص. أيوة. بعد أي حاجة متعلقة يعني في البيت ما في اهتمام بالحاجة اللي بتحصل هناك ولا مدرس خصوصي ولا كده، لكن الأب والأم نفسهم ما بيكونوا involved على أساس إنه والله خدمة ما مهمتنا. أيوة زي ما قلت ما في follow up. الناس دي يعني لازم تفهم إنه المدرسة والبيت بيكملوا بعض، دي الحاجتين بيكملوا بعض في تربية الطفل في تكوين شخصيته، دي ما مفروض تكون حاجتين منفصلتين. المتابعة جدا مهمة من الأهل. شافتك أستاذ إيثار دايرة تعالي تفضلي. كمان في ناس بزيادة يعني في أهل العكس تماما ما مدين المدرسة حتتها، فبتلقيهم دائما واقفين في الروس حقة المدرسة. وقبل قلتي في المدارس الخاصة شوية تلقين مثلا ما في عقاب ما في كده، الحاجة دي بالمناسبة عندها
جوانب إيجابية وعندها جوانب سلبية. إذا ما في عقاب كله كله، ما في ضوابط، ما في حاجة بتوري الطفل ده نوع أنت ما فرض تعمل كده، في كمية من الأطفال للأسف ممكن أسمعهم يقولوا ما نحن دافعين قروشة نعمل اللي عايزينه. نو، ما مفروض يصل دائما المفهوم ده. ما دي ما حاجة. يس أنا متعلمة أكثر، أنا أستاذة عارفة أكثر، خلاص أنا عارفة إنه لازم يكون في انضباط في الفصل، والانضباط ده بيحصل بالتحفيز وبالعقاب بالحالتين، تمام؟ عشان الناس كان ما تمشي للجهة الثانية كله. في أهل زي ما قلتوا إنه بيفتكروا إنه المدرسة هي مفروض تعمل كل حاجة، والله وبجد أطفالهم بجد بحنينوني، لأنه بتكون في حاجات مفروض تعمل الأم يعني ما ممكن تعمل له أي زول ثاني غير الأم. ممكن نصل درجة تبع المركز حقنا، بنمشي مدارس كثيرة، فدي بجد بلقاها بعد الحمد لله عملنا المركز، مركز آمنة. في أطفال يعني مرات بنضطر إنه مثلاً نتفق مع أستاذة تقول لهم هي الأم البديلة، هم محتاجين للأم دي، هم محتاجين للعنصر بتاع الأب، فبيفتكروا إنه الأم الأب إحنا خلاص جينا من المدرسة we don't have time لهم، إنتوا عملوا لهم كل حاجة وإحنا بس بنجي for fun شوية كده وخلاص، فبنحتاج إنه الزول الأم دي بنعمل لهم عديل يعني نتفق مع المدرسة على حسب بنمشي لهم. فزي ما قلتوا نفس هو نفس كلامكم، لكن مرات بس في أهل بيمشوا إكستريم يعني الجهة الثانية. تمام. طيب يا أخوان، طبعا التعليقات في موضوع التربية والتعليم وكده حاجة دي كومون، كل الناس بتكون مشاركة فيها، كل واحد فينا يا إما يكون parent يا إما يكون teacher يا إما يكون student إلى آخره، فموضوع ما بينتهي. لكن دي ما آخر مرة حنعمل فيها الويبينار عن موضوع التربية، ولا آخر مرة يعني hopefully إنه نستضيف دكتورة ساجدة وأستاذ إيثار. طبعا دكتوره بالمناسبه الصيادله دي احنا قاعدين نقول لهم دكاتره انا زي ما اعرف روحي دكتوره بدا طبعا بكره في ما بعرف روحي بكره في جلسه ممكن تشاركي مع الشباب عن الممارسه الصيدلانيه في كوفيد 19 في الوقت ده. استاذ ايثار ان شاء الله بكره عندنا جلسه عن عن سيكولوجيه الزول السوداني، دي سلسله برضه مع باحث ومختص في علم الاجتماع استاذ محمد جمال الدين، فندعوكم كلكم انكم تكونوا جزء منا. احنا سعيدين بكم يا شباب، فخورين بكم، واتمنى لكم كل التوفيق لحد ما تلاقوا في جلسه ثانيه ان شاء الله من جلسات مجموعه البحث. كل الناس متابعينا على الفيسبوك، شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. شكرا لكم. السلام عليكم.